درتي ليها من مهندس دوله لصناعه المحتوى؟ زعما ما كنتش انا اصلا باغي نكون زعما مهندس دوله. كاين الطيارات اللي كيدوروا دابا في السماء اللي لي كابل ديالهم مصاوبين في المغرب. وانت كنتي من دوك الناس اللي كانوا كيصاوبوا لي كابل؟ واه كنت عندك خدمه واعره صح، من امام لصانع المحتوى. يوسف اش من مهاره عندك انت اصلا اللي غادي تعلم الناس؟ نوريهم كيفاش لي زونغروناج يدوروا. من حتى اللي عجبني فيك هو لا بيرسيفيرونس ديالك. وانا نلقى راسي في الكورس سكولير ديالي كنفاليدي بلا راتراباج. خمس سنين كنقول لك فلانسا وتنبريباري حتى فاليدي كلشي بلا راتراباج. واش كيقول لي تنبريباري جا الاخر؟ وانت واش موهبه ربانيه ولا مهاره؟ تخيل معايا واحد الحاجه اللي كنشوفها في الكرياتور اللي تكونطوني حاليا اللي صراحه ما تتعجبنيش. علاش غيكون تشينج؟ حيت بديتو من عندي انا، ماشي جيت كنعطي الهضره اجي نعلمك كيفاش تستمر. انا عايش بالكونتنت وما مشيتش لواحد الدومين اللي معروف فيه الفلوس، اي كوميرس تريدين كدا، مشيت لواحد الدومين اللي قليل الناس اللي فيه. شنو الفرق بين يوسف اللي كان انجينير داتا ليوسف دابا اللي هو صانع محتوى؟ الناس اللي كيتفرجوا في هذه الحلقه يمشيو غالطين في حين الناس. حاجه اخرى كاع اللي غادي تصدمك بزاف، المهارات اللي كنت باغي نعلم منين جبتهم؟ واش انت كتعتبر راسك ناجح حياتي؟ كيستيون واعر واعره. نتلاقاو 2025 السيد. اليوم معنا واحد لانفيتي اللي واعر واعر وهربان ديال بصح، وانا كنتوقع ان هذه الحلقه هذه غتكون من احسن الحلقات اللي غيدوزوا في البرنامج ديال تويتر. معنا اليوم سي يوسف البداوي. مش حال هادي وانا كنتسناك انك تكون معنا في البرنامج ديال تويتوكس، وجات دابا الفرصه باش انك تكون معنا. اولا شكرا بزاف حيت قبلتي الدعوه باش انك تدوز في البرنامج ديال تويتوكس، وصافي بليزير انك تكون معنا. بليزير اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك السي يوسف. كي داير السي يوسف؟ الحمد لله كل شيء بخير. صافا كي غادي مع الحياه؟ الحمد لله كل شيء. كي غادي مع الخدمه؟ الحمد لله. كي غادي مع الانستغرام واليوتيوب والسوشيال ميديا وفيديو كل نهار كلشي على هذيك فيديو كل نهار. فيديو كل نهار. ما عرفت انا كي كدير ليها، واش ما كتسافرش؟ واش كتبقى غير في الدار؟ واش قصه طويله هذيك سميتو القضيه ديال الفيديو كل نهار وكيفاش بدات والتشالنج مي راه بزاف ديال الناس غالطين وكيسحاب ليهم باللي راه ما كنسافرش، باللي ما كندير شي حاجه في هذه الحياه، باللي انا النهار ديالي كامل كيدوز في هذه البريباراسيون ديال هذا الفيديو. مي راه غير ديغنيغمون راه كنت 15 يوم في اكادير ولحت لي فيديو وما حبستش وما قطعتش. دونك هذاك واحد التشالنج اللي حطيته بيني وبين راسي، والحمد لله دابا راه وصلت لشي 972 فيديو. وشنو هو تقريبا 1000 1000 دونك انت ديجا داير في بالك انك خاصك توصل 1000 فيديو؟ كل نهار. ولكن عاودينا على شي نهار بالضبط مثلا فاش بغيتي تصور فيديو ولكن لقيتي صعوبه باش انك تصور في ذاك النهار؟ راه ماشي غير مره، ماشي جوج اصحابي. والله صحابي مع كيبان لنا الفيديو كنشوفوا ستوريات كنقول انا صافي راه وصلتي واحد النيفو ديال انك كتولي كتصور في اي بلاصه. لا 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 هذا غلط عند بزاف ديال الناس. شتي في البيريود دابا اللي صورت فيها فيديو كل نهار اللي كيف قلت مثلا 900 وكذا و 72 بحال هكاك فيديو، راه نقدر نقول لك واحد الثلث ديالها كانت صعيب. داكو كل ايام اللي صافي كنشوف كاميرا قدامي ولكن الهضره اللي غادي نقول وخاصني نبدا نقاد هذاك اللايتين ولا داك الايديتين راه فريمو بزز. ولكن واش انت الهضره كتخرج هكا كتقول ديجا عامر ولا يعني الوقيته ديال انك تلقى الفكره وتكتب السكريبت وشنو غادي تقول كذا، واش داكشي كيجي سبونطاني ولا داكشي اوتوماتيز؟ داكو مع قوه هذوك الفيديوهات صافي لو سيستم ولا اوتوماتيز وما كتعاودش زعما نفس الهضره، ما كتبقى يعني كل نهار فيديو في شكل. فوالا كل نهار فيديو كيكون في واحد السوجي اللي تنهضر فيه، ولا تقدر تكون شي حاجه اللي جات لي في بالي، شي كومونتير شي واحد كومونتا لي في واحد الفيديو من الفيديوهات كيعاود على شي مشكل نقدر ندير عليه فيديو. نقدر نكون كنهضر انا وياك دابا هضرتي على شي مشكل، اوكي هذه هي الفكره ديال الفيديو ديال اليوم صافي، وغادي نساليو بودكاست وغتمشي تصور الفيديو. وسميتو واحد الحاجه واحده اخرى دابا بحال قلتي وصلتي واحد ليطاب ديال انك وليتي في الكومفورت زون، وليتي دابا كتقاد فيديوهات دونك وليتي في الكومفورت زون، ما كاينش حاجه اللي عادي ولا دابا ديجا بحال قلتي بروغرامي شنو كدير كذا كذا صافي كتحط فيه. باينه عندي واحد الوقيته في النهار انا كنكون جالست كيجي تي شي حاجه كدير لي طرن يوسف هذه الوقيته اللي خاصك تقاد. حطيتي شي فيديو البارح؟ حطيت فيديو البارح حيت ما شفتوش كنت كنصور البارح ولا قلت كنقول لك نو. وفين صورتي؟ صورت في الدار قبل ما تجي عندنا. قبل ما تجي. واليوم فين غتصور؟ لا في الدار عاوتاني. الفكره مازال ما كاينه الساعات ديك الساعه، ولكن انا متاكد انه غادي تلقى شي فكره في هذا البودكاست وتقدر تحطها ديك الساعه على شكل ان شاء الله. علاش في يوتيوب ان شاء الله؟ واخا غادي نرجع معك
قبل في صناعة المحتوى وقبل اليوتيوب وقبل هاد 972 فيديو وقبل انستغرام اكسترا. انت كنتي مهندس دولة وكنعرفوا ان الاغلبية ديال الناس هذاك الحلم ديالهم، داك هو الدريم، هو انه مثلا يكون انجينيور ولا يخرج طبيب ولا يخرج المهم شي حاجه ويعرف القرايه ومن بعد ياخذ شي بوست زوين. ولكن انت الصاد كي درتي ليها من مهندس دوله لصناعه المحتوى، حيت الاغلبيه غايقول لك صافي انا خرجت انجينيور دونك خاصني نلقى شي بوست. انت خرجتي من الانجينيوري مشيتي نيشان صناعه المحتوى وما خدمتيش كاع يعني ابخي الانجينيور. لا دوزت عام وعام و8 ديال الشهر في الخدمة يعني ماشي ستاج. غير عام 8 ديال الشهر وخليتي داك الجوب وخليتي ديك ديك الدبلوم هما اللي كيعتبروها انها حياة الرفاهية وانك خدام في واحد البوست زوين وفي واحد لونفيرونمون اللي زوين وكذا ومشيتي لصناعة المحتوى. كي درتي ليها؟ يعني كيفاش خرجتي من داك السيستيم اللي ديجا انستالا فينا حنا اللي فاش كنا صغار ديال انه خصك تقرا وتولي انجينيور وتخدم وكذا، انت خرجتي كاع تماما من السيستيم لصناعه المحتوى. المشكل ماشي زعما جو بونس ما خداش منك هادشي اعوام ولا سنوات وكذا، يعني بين ليله وضحاها يقدر ومشيتي درتي داك لو سويتش. كيفاش انت حيدتي داك السيستيم اللي كان عندك ديجا انستالي ومشيتي لواحد السيستيم واحد اخر؟ داكو دونك هادي قصه طويله دونك نرجعو للور واحد شويه. حيت بيسكو جبتي الكورسي سكولير وجبتي مهندس دوله وكذا، نعاود لك زعما على لو شوا ديالي كيفاش حتى اختاريت مهندس دوله وحتى كيفاش اختاريت صناعه المحتوى. داكو غير واحد الحاجه اللي خص يعرفوها الناس سي كو صناعه المحتوى ما كانش واحد الاختيار عشوائي. أوكي. يعني ماشي كان يوسف جالس فاق لقى راسو صانع محتوى ولا فاق هو يقول اجي ندير صناعه المحتوى. داكو داكشي كان بلانيفي، داكشي كان بخدمه خدام عليه. حنا دابا كنشوف بزاف ديال صناع المحتوى اللي بادين واخدين هاد الفكره هادي على بزاف ديال الناس اخرين. كيسحب لي بانه الواحد كان جالس جا دار فيديو جوج صدق شي زوين اجي نكمل في صناعه المحتوى. داك مي سي تي با سا زعما هادشي ماشي يعني كندوي على راسي انا. يقدر يكون بعض الناس اللي داروا هادشي وصدقات ليهم صافي وكملوا فيه، مي انا ما درتش بحال كان كلشي بلانيفي. ولكن دابا اجي نرجعوا لمهندس دوله. اوكي مهندس دوله ما كانش بلانيفي، زعما ما كنتش انا اصلا باغي نكون زعما مهندس دوله. هتقول لي يا والديك هما اللي هذاك الشيء اللي رجعوا دابا الاول رجع زعما ما نصغر. اول حاجه في العائله ديالنا ما كاينش موظف. اوكي ما كاينش شي واحد واخد الباك. انت هو القرايه في الدار. انا اول واحد فهمتي اول واحد في العائله اللي غادي يقرا اللي غادي يكمل اللي غيبقى غادي. اوكي دونك فاش وصلت سميتو فاش وصلت سميتو الكاتريام كاين مجموعه ديال الاساتذه اللي قالوا لي انت راه عندك مع الرياضيات دونك احسن اختيار ولا احسن توجيه اللي غادي يكون عندك هو انك تمشي سيونس مات زعما دير علمي بعدا. وديك الساعه مورا علمي عاوتاني فاش مشيت السنكام تلاقيت مع واحد الاستاذ اخر اللي هو وجهني قال لي راه عندك مع المات عندك نقط مزيانه راه كتعرف عندك العقل ديال داك الرياضيات دونك دير سميتو دير سيونس مات. ولكن انا واش عندي شي فكره على الانجينيوري؟ لا ما عندي حتى شي فكره اختيار غادي حيت ما كان حتى شي واحد قال لك غير موظف خلي مهندس. داك غير شي واحد موظف يعني شي واحد اللي خدام واحد الخدمه لا. حيت الغالبيه ديال العائله ديالي سواء عندهم ارض كيفلحوا فيها ولا عندهم محل شي يبيعوا فيه صافي دونك خدامين عند راسهم دونك ماشي خدامين عند الناس. وحتى الفكره ديال القرايه في العائله ما كايناش عندنا. كاين الجامع بوحدو صافي خاصك تمشي تقرا في الجامع ما كاينش ديك القضيه ديال خاصك تدخل المدرسه. والوالد كان كونطرا هذه القضيه هذه. داكشي علاش قلت لك انا غادي نصدمك في لا ريبونس ديالي. داك ودابا انت الوالد ديالك كان كونطرير على كان كونطر الوالده اللي صبرات معايا ودخلاتني وجاهدات معايا وكانت ديما كتقاتل مع الجامع. كنت غتخرج من قريت في الجامع من امام لصانع المحتوى بحال والو. دونك سميتو قلت لي الوالد كان كونتر هذه القضيه هذه حيت هما بالنسبه ليهم ما خاصكش تخدم عند الناس. اوكي يعني خاصك تكبر يا في الاخر غيعطوك واحد الارض غتفلح فيها يا غيعطوك واحد المحل خاصك تعلم وتطلع بروجي ديالك. اوكي الوغ انا كنت ليكسيبسيون دخلت للقرايه بديت نقرا لاحظت باللي عندي ما عرفتش كيفاش انا ما فهمتش انا فداك لونفيرونمون كامل انا كنت كنقرا كيفاش حتى وليت كنقرا مزيان كدا ما عرفتش كنجيب نقاط مزيانين الناس بداو كيتنبؤوا ليا بداو كيقولوا لي باللي انت راه عندك واحد المستقبل سيرتو فاش بقيت محافظ على داك لوريتم. حيت كاين اللي كيكون في الابتدائي كيجيب واحد النقط مزيانه فاش كيطلع الاعدادي كطرى ليه واحد التهريسه وي ولا كيمشي مثلا حتى اللي استعاد باش كطرى ليه ديك التهريسه. انا لا داك لوريتم اللي بقى عندي في الابتدائي هو اللي مشى معايا في الكوليج هو اللي بقى معايا في سميتو في الليسي. دونك كيف قلت لك رجعوا للاساتذه اللي كانوا كيقولوا لي غدير سيونس مات فانا قلت اوكي اش فيها تشالنج ما عرفتش انا هادشي فين غيخرج ولكن اجي نكملوا
ولكن كنت كنتمتع، هذه حاجه زوينه يعني، ماشي في الاخر كندير واحد الفيليغ اللي كنحس براسي بز زوينه كنديرها. انا كنت كنتمتع في انني نشد واحد التمرين في الماط، كنشد التمارين في الماط كنجاوب، غير باش للمعلومه راه كان عندي حتى مع مواد الادبيه داك، راه الا كنت كنجيب 17 في الماط راه كنجيب 17 في العربيه، الا كنت كنجيب 19 في الماط راه كنجيب 19 في العربيه. دونك انا كنت نقدر نمشي اداب كما نقدر نمشي علوم، يعني كان عندي لي دو شوا. وحتى فاش كنت سميتو سيونس مات راه في العربيه كنت كنجيب فيها 18 19، يعني انا كان عندي بجوج المواد. ولكن كيف قلت لك الاساتذه قالوا لي راه هادشي فيه مستقبل، راه غتخرج مهندس، راه غتولي تشد قد وقد في الصالير كذا هادي. وانا نقول اوكي غادي نمشي، خديت هذاك التشالنج ديال سيونس مات، وكنا قلال ديك الساعه في الكلاس لقيت عاقل، تسال هذاك السيزيام طلعت الباك. فاش طلعت الباك راك عارف داك القلب سيونس فيزيك، كتكون سيونس مات في السيزيام كيقول تقدر تقلب يا تكمل سيونس مات ا ولا بي ولا تقدر تقلبها سوفيزيك. حنا كنا في شي 27 واقيلا صاحبي في الكلاس، راه نقدر نقول لك النص ديال الكلاس مشى سميتو مشى سيونس فيزيك قلب في الباك. وانت انا بدات كتجيني ديك الفكره ديال اجي نقلب واحد شويه، وانا نقول لا بديتي هاد التشالنج خاصك تكملو، علاش انت النهار الاول ديال سيونس مات فيما غادي يخرج ما تيهمش، كملت في الباك سيونس مات كنا قلال كيف قلت لك كملتي في ا كملت في حنت في ازمور ما كاينش بي، كانت لابغي شي دير بي خاصك تمشي للجديده داكو، دونك خاصك ديبلاصا وتبدا بزاف ديال الحوايج. اكزاكت صافي في الاخر كملت شديت الباك ديالي. اوف سميتو في الباك فاش كنت كنقرا هادشي راه كاين شي غرائب في شكل. دابا حنا في المغرب واش كاين عندنا شي موجه اللي غيجي وجهك هذاك السوجي عاوتاني غادي نسمع؟ حنا كان عندنا استاذ موجه تخيل معايا، تيهضر لينا على لي كلاس وهو ما عمره ما قرا فيهم، تعاود لينا شنو طاري في لي كلاس، كيعاود لينا على لانسا، كيعاود لينا على الميدسين، تعاود لينا على المدارس العسكريه. علاش؟ حيت هو عنده الريزو، الدراري اللي كيتخرجوا في الباك كيبقى عندهم اون كونتاكت، كيبقى ديما اون كونتاكت معاه، يعني كتلقى ديجا كيجيب دي زافورماسيون من فوالا، وتعاود لينا كيقول لنا هاد الطريق الاولى، هاد الطريق الثاني، هاد الطريق الثالث. وداك الاستاذ كان كيهضر لينا على لانسا بزاف، كيهضرينا بزاف، كيقول لنا زعما انا كتبان لي بلي احسن طريق الناس اللي باغيين يوليو ديزاين انجينير راه هي هذه. كاينه لي كلاس، ولكن كيقول لنا لي كلاس ماشي لاي واحد، ماشي اي واحد كيدير، حيت هو راه عارف الناس اللي كيخدموا عنده في الكلاس، يعني من خلال الفروض وداك الشيء راه كيفلتري بنادم. وانا كنجي عندي باقي عاقل ويقول لي انت راه دير لي كلاس. اوكي قال لي انت راه دير لي كلاس راه غيجيو معاك، حيت انا كنت كنتكلاسا من الاولين في الفروض ديالو كذا. قال لي انت دير لي كلاس، هو كان كيجي عند كل واحد كيقول لي انت واش تقدر لي كلاس ولا لا. وانا كانت جاتني لي كلاس وجيت في الترونش الاولى وقيلا مع الترونش الثانيه، ما مشيتش كونفيرميت ودوزت الكونكور ديال لانسا. صافي انا حطيت قدامي ديك الصوره اللي كان كيعاود لينا على لانسا وكذا، وهادي صافي خمس سنين كتدخل خمس سنين كتخرج، ما كاينش ديك لي كلاس عامين سي ان سي كذا ديك الروينه كامل. صافي بقى عندي داك الحلم ديال سميتو ديال هاد المدرسه هي اللي بغيت ندخل. نورمالمون كانت حتى لانسا حتى هي، ولكن لانسا كان السوي ديالها طالع، ما كنتش دوزت الكونكور ما جبتوش، باش دوزت الكونكور ديال لانسا ما جبتوش. صافي بقى عندي واحد لو شوا اللي كان تا هو تيهضر لينا عليه اللي هو مات انفورماتيك فلافا، كان كيقول لينا حتى الناس اللي ما توفقوش انهم يدخلوا لي كلاس ولا يمشيو لانسا، راه كاين مات انفورماتيك فلافا راه تقدر تدخل ليه دوز في عامين ومورا تدخل عاوتاني شي ايكول ليسونس بروفيسيونيل ليسونس فوندامونتال. لا تمشي للسيكل، تمشي للسيكل انجينيور ديال لي زيكول. لا مات انفو في لافاك في ليسونس فوندامونتال ولا دوك ولا دوك، تقدر تشد غير دوك غير عامين. لا ولكن انت ديجا قريتي في لي كلاس عاد من بعد ما مشيتي؟ لا ما قريتش لي كلاس، انا ما قريتش لي كلاس. انت دوزتي لي كونكور في الاول؟ دوزت كونكور ما جبتش لانسا، ما جبتيش لانسا عاد مشيت لافاك، مشيتي لافاك قلت لك لي كلاس ما حطيتش فيها انا كاع الباك ديالي، فهمتي؟ ما بغيتيش تكمل واخا كان قال لك البروف خاصك تكمل في لافاك. انا لانسا صافي حطيت، حنت بحال قلتي عامين ديال لانسا راه هي في البريب حتى هي الاولى، فهمتي؟ بحال قلتي حتى هي بريب. أوكي. صافي اختاريت هاد الطريق، مشيت لافاك صافي، قلت دابا انا عامين غتكونسونطرا غادي ننجح في هذيك عامين ومورا غندير ايكول ديزاينجينير ايكول دانجينير. شنو غادي يطرا من مورا عام غادي ننجح في لافاك. المهم عاوتاني هذا سوجو اخر ديال لافاك ما بغيتش نهضر عليه. الناس اللي كيقول لك لافاك راه ما خداماش وكذا وهذه، والناس اللي كيتخرجوا منها ما كيديروا وكذا، انا سيونس مات نجحت في العام ديالي الاول الاس ان مونسيون والاس دو مونسيون وبلا حتى شي راه طراباش، وفي لافاك ديال شعيب الدكاري في سميتو في الجديد جديده. انا كنت جالس الدراري قال لك اجي نعاودو ندوزو لانسا، ندوزو لي كونكور اجي ندوزو. انا ما كنتش مبريباري، الغريب ديال الدراري اللي كانوا كيقراو معايا في لافاك مشاو من شهر جوج خرجوا مشاو كيبريباريو صافي معولين. انا ما كنتش موجد، انا صافي قلت هذيك القرايه ديال لافاك اجي نمشيو نجربو نشوفو شنو طاري. ملي مشيت دوز الكونكور
في الاخر كنلقى راسي في ليست داتونت وبعيده بزاف. من انسا انسى لا عندك ديك الساعه دايرين كوما المغرب كوما كامل، اوكي وانسى صافي نسيت، انا نسيت شي حاجه نمشي تقيد تقيد في لافاك، تتقيد في لافاك تلقى راسك طلعت واحد ليست كومبليمونتير في اسفي. انسى اسفي، وانا نقول دابا واش غنكمل عام ديري في لافاك ولا غادي ولا سميتو ولا غادي صافي نسمح في داك العام ونمشي لانسا نكمل خمس سنين صافي مضمون راك تخرج مهندس دابا. الاخر بقيت كنفكر كنفكر ونلقى راسي بانني في العام اللي العام الاول 2012 فاش دوزت الكونكور كان الحلم ديالي هو لانس، والعام الثاني فاش مشيت دوز دوز غير هكاك، ولكن بحال قلت شي في ديك البيريود كانت رمضان بحال بقيت كنحلم بهذيك بهذيك لانس بزاف. داكو دونك فاش جات ديك الفرصه ما بس قلتيهاش ما ايزيتيتش، انا كنت كنفكر غير في ذاك العام ساعه فكرت مزيان لقيت بانه حتى ذاك العام يقدر ينفعني في العام الاول ديال لانس، قلت ماشي مشكل غير هو حاجه انني غادي نخرج من ديك المغامره ديال العامين بلاتي غندوز كونكور غنمشي نيشان. مشيت تسنيت النوبه ديالي تاكسبتيت صافي بديت العام ديالي، واخا كملت خمس سنين ديالي باش ما نطولش بزاف في هذا القصه ديال القرايه. تخرجت اوكي تخرجت خدمت سبيسياليتي جيني اندستريال. اوكي تخرجت خدمت ملي خدمت، واصلا كانوا قبل من هذا ستاج عجبني داك العالم، تخيل معايا واحد العالم انت تقدر نقول لك تشوفه غير في الافلام، كتكون كتشوف شركه خدام. الناس خدامين كدا كتلقى شي داك الانفيرومون ديال الخدمه انت ما شايفوش، حيت قلت لك في العائله ديالي راه الناس ما فهمتش ما خدامينش ما خدامينش عند الناس اخرين. انت اول مره كتشوف كندخل مثلا المشكله حتى في لي ستاج اللي دوزتهم في دي ميلتي ناسيونال، عارف الانفيرومون ديال ميلتي ناسيونال كيفاش داير، كندخل كنقول واو هادشي شحال زوين، واو شوف الناس كيفاش خدامين، شوف هادير بحال قلت لك جاب واحد الشوك انك هادشي ما عمرك ما شفتي، عجبني الحال في الاول هادشي غير في لي ستاج فهمتي، عاد باش عاد باش نخدم. دونك ملي خدمت عجبني الحال وكنشوف انا لونفيرونمون اللي كنت فيه والعائله وكذا وداكشي في شكل كنقول هادشي زوين، ولكن في الاخر ملي دخلت في الخدمه واحد ثلاثه ديال الشهور هادشي ما مسلكنيش بحال قلتي ديك الوقيته غير ضبام طلع في الاول كذا، ولكن غير داز ديك لا بيريود وكان صاير مزيان زعما ماشي لا لا لا. بخير كنت هو هذاك ترونكيل ما خصكش العكس كنت كنعجبني الحال فين كنت شفت ميتشيل ما تقولش ليا كنتي كتفكر ديك الوقيته صافي خاصني ندير الدار والطوموبيل والزواج لا 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 قلت لك دازت واحد 3 موا وهادشي راه في طنجة. اول مرة تنمشي لطنجة هي فاش دوزت لي زونتروتيان وسميتو خدمت تما، دونك بديت كنقول باللي كنطرح على راسي السؤال ماشي كنقول لا يوسف غيخرج ولا كدا ولا لا، غير كنصور راسي باش نكون صريح اوكي يوسف واش باغي تكمل في هادشي صافي سؤال صافي انت مع راسك اسول بغيت اجاوب باش الا كان الجواب اه الا كان الجواب اه بغيت نكمل في هادشي فانا خصني نتحمل المسؤوليه كاع العواقب اللي يخرجوا في هاد الطريق هادي، ولا كان الجواب لا اذا يوسف خاصك تجلس مع راسك وتقلب على شنو هو الحل. دونك الا كان الجواب اه صافي غنكمل في الطريق دونك ما كاينش مشكل، ولكن الا كان الجواب لا راه خصني ان بلان خصني نبدا نفكر شنو غادي ندير من هنا لقدام. ولكن شنو السبب اللي خلاك انا تصور راسك هذا السؤال هذا؟ هو هذيك القضيه ديال انني كنفيق الصباح تنسنى ترونسبور تنجي تركب فيه تنجلس مع كانت عندنا ديك الساعه نص ساعه ديال لاري ونص ساعه ديال الروتور، كنت كنخدم ديك الساعه في طنجيميد ميناء طنجه المتوسط. اوكي هذيك الطريق اللي غادي فيها هذيك نص ساعه كامل وانا شي مابقاش نفكر. ما تقولش لي نفس الروتين هو اللي خلاك مثلا؟ لا ماشي قضيه نفس الروتين، مي انا كنقول واش انا غنبقى ندير هذا الشيء ديما، هذا هو السؤال في هذيك الطريق وانا غادي يمكن نقول واش انا ديما غنبقى فيق على الصباح غادي نمشي ارجع عاوتاني في العشيه. وديك الساعه كانت عندي واحد الروتين اللي كنجي في الليل ما كندير حتى لعبه كنبقى حتى التليفون حتى الوحده ديال الليل كنعس كنفيق مع الصباح هاد الزربه شي كلعبه ديال الو حلك شي حاجه البس دغيا في الزربه ترونسبور كيتسناك خاصك تمشي تركب فيه. دونك خصني تشينج خصني نبدل هذا الشيء. المهم في الاخر لا ريبونس كانت هي لا ماشي هادشي اللي باغي ندير حياتي كامله دونك خصني شي حاجه اخرى اللي نديرها. دونك تما فين بدا التشينج اوكي خصنا نقلبوا على شي طريقه اخرى شنو كاين شنو عارف. انا الحاجه اللي كنت عارف هي انه الخدمه ديالي غادي تكون في الانترنت. كيفاش غتكون في الانترنت ما عارفش، نقدر نكون ديفلوبر نقدر نكون ديزاينر نقدر نكون جو سي با اي حاجه اي حاجه عندها علاقه بالانترنت نقدر غادي ديك الساعه غادي نديرها. علاش؟ حيت انا كيبان لي الانترنت شي حاجه اللي فيها سميتو اللي فيها لو فيتور، وانا عندي مع البيس عندي مع البيس ما نطلقش لك البيس. اوكي انا تقريبا من بيريود 5 ايام ديالي حتى الباك ما كانش عندي بيسي، ولكن كنت كل نهار كتلقاني في السيبر
ما كاينش شي نهار كنزقلو ما كنمشيش للسيبان. هي مات السبابة ديما كل نهار كل نهار كل نهار ما كنزقلوش. كنت كتفرج جو بونس كنت كتفرج فيديوهات ديال راه كاينه خدمه في الانترنيت وكذا وهي اللي خلاتك انا كت لا 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 انا ديك الساعه لا بالعكس لا ديك الساعه المراهقه كونيكسيون ديك الساعه اشات اوكي اشات ديك الساعه ايامات ميساني لا ايامات ديال الفيسبوك البدايه ديال الفيسبوك 5 ايام ديالي انا البدايه ديال الفيسبوك 2009 2010 ديك الساعه غير المراهقه فهمتي على كندخل على تكونيكت على العاب كذا صافي ما كاينش ديك الساعه انا ديك القضيه ديال الريف ولا كذا ما مسوقش دونك غير باش تعرف انا زعما عندي القابليه ديال الباس شد الباسي كذا كيعجبني دونك انا كنتعرف بلي الخدمه ديالي غادي تكون في الانترنت كيفاش اجي دابا نبحثو اجي نقلبو اجي نشوفو شنو كاين السوق شنو طاري فملي بديت فهمتي كنقلب كاين بزاف ديال لي دومين ولكن شنو هي الحاجه اللي دايره الباس ديك الساعه هي الاي كوميرس اكزاكتو هادشي اللي تسمع فيك الوقت علاش حيت كنقول لك 2018 2019 2019 بالضبط دونك كتسمع الاي كوميرس اي كوميرس اي كوميرس كسا قبل كوفيد ولكن انا الاي كوميرس بحال ما كانش كيدخل ليا الراس ما عرفتش انا هكاك فهمتي الاي كوميرس ما كانش كتجيني زعما شي حاجه اللي نقدر نعطي فيها دونك حيد عليا هاد لو شو هذا صافي بقيت بحال هكا كنقلب شويه كنلقى بلي راه كاينين ديك خياطه دو كونتوني واحد الناس اللي كيديروا فيديوهات وعايشين بالفيديوهات ديالهم نازل ادسنس ماشي بالضروره الادسنس ادسنس هذا غير واحد الطريقه باش انك كتدخل فلوس ما كاين بزاف ديال الطرق اخرين وهادو نقدروا نهضروا عليهم ديك الساعه من بعد مي كاين ناس اللي كيكريو كونتوني وكيتخلص عليه هو باش عايش داكو واخا مزيان هاد الكرياتور دو كونتوني كل واحد في دومين وي كاين الغالبيه الدومين غير الضحك اي تيجي تيضحك تيتخلص على داكشي و تيعيش كاين اللي جو سي با ثقافه تيجي تعاود لك فوالا التاريخ ديال المغرب قبل الاستعمار كذا كذا كيدخل عليها حتى هي فلوس انا ما بغيتش نمشي فهاد 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 سميتو فهاد لي شوا انا اخترت واحد الدومين اخر لواحد لو شوا اخر ديال انني كنجي في الفيديوهات ديالي كنعالج واحد المشكل انا كتلقى حل ديال واحد المشكل اللي كيعاني بزاف ديال الناس اكزاكت ولا كنعلم واحد المهارة اللي هي حل واحد المشكل انا قلت هذا هو التخصص اللي انا بغيت ندير في الكرياسيون دو كونتون حيت كيفاش كاينين بزاف وخاصني نعيش به واخا مزيان شنو هي المهاره اللي نعلم الناس شنو المشكل اللي غنحل الناس هنا فين غنات ام كلثوم كيف كيقول بديت كنصور راسي يوسف اش من مهاره عندك انت اصلا اللي غادي تعلم الناس انت يلا خرجتي من الانجينيوري وكذا غتوريهم الجيني اندستريال غنوريهم كيفاش لي زونكروناج يدورو دونك عندي شفت راسي شنو قول لي شنو هي المهارات حتى بغيتي تعطي مثلا بغيتي تشرح دوك المهارات وكذا خاص حتى يكون عندك انت دوك عندك الساعه تشرحهم دونك هنا فين جا السؤال وصراحه هذا واحد القضيه كتقول مع راسك انا ما عندي حتى شي مهاره كتقول انا ما عندي حتى شي مهاره وانا جو بونس باللي بزاف ديال الناس كيتفرجوا فينا وكيقولوا هاد الهضره هادي وانا كنأكد ليك الا كنتي كتفرج في الفيديو عندك واحد المهاره وانت ما عارفش وباش تعرف هذه المهاره هادي غتمشي تسول الناس اللي دايرين بك سؤال بسيط وهادي كنت تعلمتها من واحد لا فورماسيون واحد لا فورماسيون كنت حضرت ليها خاصك تشوف الناس اللي دايرين بك وسولهم قول لهم انا شنو كتشوفوا فيا واعر فيه شنو هي الحاجه اللي كنعرف ندير اوكي والله الا غيجاوبوا غيصدموا غي صدموك بزاف شنو كتشوف فيها شنو هي الحاجه اللي واعر فيها يعني اش غادي نقول لك باش نعرف انا المهارات ديالي المهارات ديالك انت حنا دابا انا ما مخالطكش بزاف ولكن غير في هذا البيريود مثلا فوالا حيت كيف قلت انا العائله ديالك حيت العائله ديالك راه من الصغر هما كيشوفوك وعايشين معاك والوالد ديالك اما فهمتي غير صديق راه ما كيكونش عايش معاك وما عارفش بزاف ديال الحوايج عليك داكور دونك كتمشي غادي تسول داك لا بيرسون غادي يعطيك ان ريبونس وغادي قلت لك غادي تشوكيك ديك لا ريبونس مي انت اللي عاجبني فيك هو لا بيرسيفيرونس ديالك اكزاكتومون كيفاه من خلال زعما هادشي اللي فاش تلاقينا وهضرنا خويا عندك واحد لا بيرسيفيرونس اللي طالع هادي مهاره تقدر تعلم لشي واحد ولكن هاد المهاره عندي كيفاش نشرحها للناس من خلال لي زيكسبيريونس اللي دوزتي لا ولكن الطريقه باش نشرحها بحال دابا انت حيت كما قلتي خاص تكون عندك مهاره وديك المهاره كتمشي كتشرح الناس كتحل مثلا واحد المشكل ديال بزاف ديال الناس كيعانيو اكزاكتو يعني ورينا ديك الطريقه اللي كنتي انت كتشرح بها دوك المهارات دابا انا جيت ولكن قبل باش عرف كيفاش عرفتي ان راه يوسف
عنده مهارة اكس وعنده مهارة ايغريك وعنده مهارة زد. هادشي اللي دونك سميتو قسم مع راسي ونصور راسي شنو المهارات اللي عندك اللي علم الناس تيش كنفكر حتى شنو هي. انا ماشي كنت جالس واحد النهار وجي وانا نكتبهم في ورقه نقول فوالا المهارات هذا هو الخطا ديال الناس كيجي كيجلس يقول لك انا بغيت نعرف المهارات دابا بغيت نعرف راسي انا اش داريت في هذا العالم دابا بغيت نعرف دابا الا ما عرفت صافي غنمشي نموت. وي علاش الاخر عرفك؟ علاش هذاك عرف؟ وعلاش البدوي عرف؟ وعلاش انا مازال ما عرفتش؟ انا خصني نعرف اليوم ولا صاحبي تقدر تعرف حتى دوز 30 عام ولا 40 عام. يعني مساله وقت ماشي مساله وقت، خص حتى الخدمه تقلب عليها، حتى انت خاصك تكون كدير شي حاجه. مي دابا الواحد كيمشي كيقارن راسو مع واحد الشخص اللي لقى دابا مثلا غير ميسي صاحبي، ميسي راه كان صغير جي لعب واحد الماتش في الدرب ولا جو سي با، شافو عنده مهاره، عرف انه عنده ديك المهاره مشى طورها خدم عليها، شافو الناس في هذيك المهاره مشاو عاونوه حتى هو دخلوا لواحد الكلوب وصافي مشات، عرف راسو ملي كانت عند الله علم وقال 7 سنين ولا وقال 8 سنين. ملي كان صغير واش انا خصني نعرف انا في 8 سنين ولا توك سو دي زيكسيبسيون. ولكن راه جداتو هي اللي اكتشفت ديك المهاره في الاول. مثلا انا فهمتي، انا ما تيهمنيش مي واش حتى حنا خصنا نكونوا بحال ميسي وخصنا نعرفوا راسنا في 8 سنين؟ لا راه انا كان عندي مع سميتو مع الماط دونك انا نقول صافي انا خصني نمشي في لاكارير ديال سميتو ديال سونس مات خصني صافي يكون عندي مع الماط وكذا وهادي. واش فهمتي كنقول لك دونك كاين اللي كيعرف راسو دغيا وكاين اللي كيبقى في البروسيس شحال عاد باش كيلقى. دونك انا شنو درت؟ انا كيف قلت لك جلست نهار الاول بلاتي كنعيط شنو غنعلم الناس شنو غنعلم الناس شنو غنعلم. واحد شويه انا نفكر وانا نلقى راسي في الكورسي سكولير ديالي كنفاليدي بلا راتراباج. داكوغ سوا في لافاك سوا في لانسا، وهذا وخمس سنين كنقول لك في لانسا وتنبريباري حتى فاليدي كلشي بلا راتراباج حيت الاغلبيه ضروري خاصك تكون بريباري جال الاخر. المشكل هو كيتم بريباري جال الاخر يعني عندي دي زاستوس عندي دي ميثود عندي شي حوايج اللي نقدر نجي نبارطاجي مع خويا. شوف هنا خويا دي ميثود ما ماستر هذا العام ان شاء الله ان شاء الله فاليدي وكل. لا حتى انا فاليديت كلشي ولكن ماشي كنخليت انا الله حتى الاخر ولكن ما كنفاليديش بديك لا نوت اللي باغي. انا كنت كتكلاس بارمي لي ميور. انا راه في البريمير راني في البريمير راني كنا 171 واحد كلاسيت يبقى عقل 10. ولكن انت واش موهبه ربانيه ولا مهاره؟ لا مهاره تسقلات تخدمات بزاف. انا كنقول لك من اش كيقول لي من الصور ديالي اكتشفت هذه المهاره. دونك فوالا هاي عندي واحد الحاجه اللي نقدر نجي نعطيها للناس ويستافدوا منها. انا عارف بلي بزاف ديال لي زيتيديون كيغاليريو في هذه المشكله. دابا انت قلتيها دابا قلتي بلي عندك الماستر بلي غادي تحتاج. شنو هي المهاره رقم جوج؟ هي انني كنقدر انني بوحدي نقلب على ستاج. ديك الفكره ديال لا خاصك بيستون ولا ما كاينش عندك بيستون خويا انا قلت لك يعني داك لقيت انت فاش خرجتي كتلقى لي ستاج بوحدك كلشي بوحدك بزاف ديال لي زونتروتيان معاك. كنقول لك دي مولتي ناسيونال ماشي فاميليار ولا شي شركه مغربيه ولا كذا. اوكي انا راه في مولتي ناسيونال. ستاج الاول ديالي في مولتي ناسيونال، الثاني مولتي ناسيونال، الثالث الخدمه الاولى الخدمه الثانيه. الخدمه الاولى قلت لك في طونجي ميد في مولتي ناسيونال هولنديز، والثانيه راه سميتو في كازا في الدومين ديال الايرونوتيك. داك لي دو دومين اللي بعاد عليا وما عمري ما كنت كنتخيل شي نهار غادي ندخل ليهم. واش ديال الطياره؟ الاول في سميتو في اللوجيستيك والثاني في ياك انت اللي كتقاد ليهم دوك الماطره ديالهم فاش كيخصو. لا احنا كنا كنديروا الفابريكاسيون ديال لي كابل اللي كيكونوا في الطيارات اللي كيتركبوا في سميتو في الطيارات. وهذا الشيء بزاف ديال الناس غالطين فيه وكيسحبوا المغرب بلي راه ما كيصنع والو. لا بلي راه الوغ كو راه كاينين شي حوايج الا دخلتي لي زونتربريز ماروكان ماشي ماروكان زعما ملتي ناسيونال اللي كاينين في المغرب راه يهرب ليك. راه فريمون كاينين طيارات اللي كيدوروا دابا في السماء اللي لي كابل ديالهم مصاوبين في المغرب. وانت كنتي من دوك الناس اللي كانوا كيصاوبوا لي كابل وكنت عندك خدمه واعره صاحبي. علاش صاحبي علاش خرجتي؟ دابا هنا فين كاين الفيزيون، هنا فين كاينين بزاف ديال اللعيبه. دونك انا كنت كنلقى هاد سميتو هاد الختامه وهاد لي ستاج الراسي بحال قلتي عندي واحد لا كومبيتونس ديال كيفاش كنقلب على واحد ستاج. وهذا الشيء درتو كدي واحد لي فورماسيون في الوقيته فاش كنت كنقرا جوج اللي درت عاد باش كنت كنبراتي كنطبق داكشي اللي كندير. كنت كندخل بحال مثلا السانكيام اني ديالي ما كنتش انا كاع مدا في القرايه، كان الهم الوحيد ديالي هو ستاج. خصني نجيب ستاج يكون ناضي. بقيت خدام عليه داك السيمستر كامل وفي الاخر وصلت ليه وخديت ستاج واعر وعاوني حتى في الخدمه ديالي داكوغ في الدومين اللي بغيت. دونك هذه واحد المهاره اللي ما كايناش عند بزاف ديال الناس. اكزاكتو هو تخرج هو عنده ديبلوم تيجي يقول لك واه ما كايناش الخدمه ما بغاوش يخدموا هنا وكذا. الحلم
ديال واحد السيد اللي كيكون تخرج وشاد ديبلوم ديال مهندس دولة، راه هي انه خصو يخدم، خصو يولي كيدخل العاق، اكزاكتومون خصو يولي يدخل واحد 9000، واحد 10000، واحد 11000 درهم في الشهر. هذاك هو الهم ديالو. واش كان كيطرا ديك 5 سنين؟ واش كان كيضرب ديك التماره كامله؟ ولكن انا ما انه يوصل لهاد القضيه. ففي الاخر فاش كيدوز الشهر الاول ما كيخدمش، الشهر الثاني ما كيخدمش، الشهر الثالث اونتروتيان باقي ما جاش، راه الواحد كيتحبط اصاحبي. راه بزاف ديال لي زانجيو كيتخرجوا في الاخر كيمشي كيخدم غير في سونتر دابيل على قبل هذا البلان هذا، ديال انه ما عندوش لي كومبيتونس كيفاش يقلب على هذيك الخدمه. دونك ها هي واحد الحاجه اللي عندي حتى هي نقدر نوريها للناس. وعاوتاني كيف قلت لك، ماشي غير راسي، عاونت بزاف ديال الناس كيفاش يلقى عاوتاني ستاج. داو قالوا لي تيقول لي انت النصائح اللي عطيتينا وكذا راه ينفعونا بزاف. دونك ها هما جوج ديال لي كومبيتونس عرفتهم واخا مزيان تهنيت لا كرياسيون دو كونتوني هالمهار اللي غنهضر عليها. دونك لاحظ معايا بلي الفيزيون غدا تتبان واحد شويه. هذا الماستر هذا بعدا، هذا الماستر بعدا غنفاليديو كلشي وغنلقاو ستاج. زيد كمل السيس. دونك بقات دابا واحد الحاجه، واخا انا دابا بغيت نبدا الفيديوهات كيفاش غندير؟ وانا ما عمري ما بنت في شي كاميرا، ما عمري ما درت شي فيديو، كيفاش حشومي بزاف. راس انا غير افوار افيك يوسف ديال اليوم مع ما دوكش هي كنتي كتخلع قدام الكاميرا وحشومي انا كنتخلع، انا غير نوقف قدام الناس ما كاين حتى شي كاميرا غير صحابي في البريزونطاسيون، ما كنتش كنبغي نحضر لهذيك البريزونطاسيون. ودايوغ طرا لي واحد البلان، كانت عندنا واحد لابريزونطاسيون ومشيت حتى للمدرسه وتخبيت في واحد القنت تدازت البريزونطاسيون وما مشيتش ليها، ما مشيتيش ودوزوها بلا بيا حتى الاخر. والاستاذه جات معاك كاع دوك الدراري اللي ما دوزوش لي بريزونطاسيون ودزنا غير قدامها. المهم انا المهاره راه عندي، انا كندخل في بنادم انا كنجي عندهم نيشان. المهم نقدر نوريها لك ديك الصوره كي دابا صافي انت راه تجاوزتي داكشي. راه داكشي دابا سيرتو انا كانت عندي الحشمه وكانت عندي ديك المواجهه ديال لودونس ديال انني نوقف قدام الناس ونهضر ونعطي ان ميساج، شي حاجه اللي صعيبه بزاف. عرفتي راه ما عمري ما كنت كنتخيل انه واحد النهار سيرتو دابا فاش كنمشي للي كونفرنس في لي زيكول وكنبدا نهضر وكنشوف جبل ديال الناس، ام ديال الناس واقفين قدامك وتتهضر. راه ما قلت لك مازال ما داخل لي الراس. دونك انا نوقف قدام الكاميرا ونهضر وندوز ان ميساج راه صعيب. داكو دونك كيفاش يوسف انت باغي دير لا كرياسيون كونتوني وانت ما قادر حتى تفيسي كاميرا انك توقف قدام وتهضر؟ اوكي حيت دابا هذيك المهارات راه كنعطيهم الناس اللي قراب ليا. دابا انت جالس كنعرفك، غنجي غنعاونك مزيان، غنوريك كيفاش تفاليدي وكذا وكذا، ولكن حيت انت صاحبي كنعرفك. ولكن فاش غيكون واحد الشخص اللي غريب عليا ولا بزاف ديال الناس غادي ما نقدرش اني ندوز هذوك الميساج ديالي. دونك هنا فين جلست مع راسي وانا نقول يوسف باغي تبدا في صناعه المحتوى، باغي دونك دابا خصك تطور هاد المهارات. اوكي المهارات خصك تطورها. اوكي دونك هذوك المهارات باش انك توصلهم واحد النيفو ولا تبارطاجيهم مع الناس كيخصك تزيد واحد المهارات اخرى. انا براسي خصني واحد المهارة ديال كيفاش نوصل الميساج، كيفاش نصور فيديوهات، هذاك الشيء كامل. حيت طريقة الهضرة راه كتلعب دور. اكزاكتوم. وهاد القضية هادي كنبغي نقولها للاودينس اللي متبعانا. انت في الاول تقدر تكون بحالي انا كيف كنت، حشومي ما كتقدرش تواجه الكاميرا وبزاف ديال الحاجات. وغادي تلاحظ على انه كاين واحد الشخص اللي يلاه حتى هو بحالك وبدا وتلاحظ بلي انه عنده واحد ليزونس وتيهضر قدام كاميرا وما عندوش مشاكل، وانت غتبدا تقارن راسك به وتقول وعلاش هو ما عندوش مشاكل وعلاش هو بدا مزيان وانا خصني نبدا من الزير. غادي تطيح في واحد المقارنه اللي غادي تخرج عليك، غتقول انا اصلا ما مديوش لهذا الشيء. وانا هذا الشيء اللي حاولت ما امكن انني نتفاداه. قلت انا ما عنديش ديك لا كومبيتونس، كاينين الناس اللي عطاهم الله هاد لا كومبيتونس وزادوا طوروها اكثر، انا ما عنديش ولكن ماشي مشكل، غادي نخدم عليها وغادي نوصلها لو ماكسيموم. اوكي فين ما وصلتش ما يهمنيش، انا ما غنكونش واعر فيها بيان سو، حيت كاين ناس وحدين اخرين اللي فايتيني، ولكن غنوصلها لو ماكسيموم. المهم واجهتي الخوف ديالك في الاول. خاصني ضروري نوصلها لو ماكسيموم. علاش؟ حيت عندي واحد لا فيزيون ديال باغي ندوز واحد لو ميساج ديال اني باغي واحد المهاره نبارطاجيها مع الناس. اوكي غير هو كنت ديك الساعه لقيت واحد الكتاب اللي سميتو ذا كومباوند افيكت، وكنصح اي واحد كيتفرج انه يمشي يقراه. ولكن ماشي تقراه باش تقراه، وماشي تقراه حيت انا قلت لك سير قراه، وانما بغيتك تقراه وداكشي اللي فيه تشدو تطبقو ولا تطبق غير 1%. راه اصلا هو الكتاب كيهضر على 1% كل نهار، انك كتبقى تطور راسك 1% كل نهار. هاد الكتاب هذا انا بدل ليا لا فيزيون ديالي حنطبقته،
حنت طبقته، ماشي حنت قريته، حنت بزاف ديال الناس يقول وقريت الكتاب وما دار لي والو، حيت ما طبقتيش. شنو هي الفكره ديال الكتاب؟ بخلاصه بخلاصه باش نكونوا فاهمين، ما نهضرش عليه بزاف، نخلي الناس يقلبوا عليه. يمشيو يقلبوا عليه ويقراوه. الفكره هي اعطي راسك الوقت داك الزربان، وما تعطيش راسك الديدلاين. وهذا مشكل كبير، هذا كلشي زربان، كلشي باغي يوصل بالزربه، كلشي هادي وما كيعطيش وقت لراسو بعدا باش يعرف راسو. انا باغي نبدا صناعه المحتوى، نقدر نبدا انا ديك الساعه 2019، نقدر نبدا في 2022، نقدر نبدا في 2021، كندوي على اوفيسيالمون نبدا. يعني ما كاينش يوسف غيبقى جالس 2022 غيفيق، لا غنخدم على راسي. ولكن انت غادي نبدا اوفيسيالمون، نبدا ندير الفيديوهات وكذا، حتى نطور، حتى كان عندي المهارات والو في الاول، دونك خصني نخدم على راسي. دونك قلت اوكي ناخذ عام، ناخذ عام 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 عام، نبقى غير كنطور في راسي، ما كندير والو، ما كندير والو. عام وانت جالس، ولكن راه خدام، ما كنتش خدام، ما تنساش. فاش خدام؟ انجينيور. لا كنتي خدام ديك الساعه انجينيور، زعما سالاري اوميم. دابا انت ما خرجتيش من الخدمه حتى اكزاكتوم اكزاكتوم. اوكي اوكي. دونك وانا خدام كنت كنخدم على هاد لي كومبيتونس اون باراليل، خدام عليهم اون باراليل، خصني نطور راسي قدام الكاميرا وكتو شي الناس اللي متبعيني من شحال هذيك الساعه. والله الا وكان شي واحد اليوم يهضر لي، حيت فريمون بديت في الاول سطوريات غير كتبه ما كنبانش، شويه غير الهضره، شويه عاد باش وليت كنبان قدام الكاميرا، وديك الخلعه وسطوري فيها غير 15 سكوند غير بالزربه صافي. بقيت غادي بشويه 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 بشويه، ولكن الحاجه اللي عاونتني هي كنت كنلوح سطوري كل نهار، ماشي وحده بزاف كنت كنلوح. بحال قلتي كندوكيمونطي هذيك لافونتور ديالي، ديال اني كنتعلم، كناخذ فورماسيون، مشيت جربت هذه، قريت واحد الكتاب كذا. في الاول انا كنت كنصور، واحد شويه الناس ولاو كيقولوا لي وقريتي داك الكتاب وبارطاجي معنا شنو استفدتي منه. داكو. واحد اخر كيقول لي وبلاتي ديك الفورماسيون شنو هي، علاش كتهضر؟ واحد الفيديو بارطاجيتي في يوتيوب، شكون داك خونا؟ بدا كيسولوني الناس ولا كيقول لي وبارطاجي معنا، كنقول لهم انا راه جو سوي با اكسبير، يعني ماكش انا نجي نبارطاجي معاكم. ولكن في الاخر لقيت واحد الكومبرومي ديال انني داكشي اللي كنقرا نجي نقول لكم راه قريت في الكتاب، نتوما بارطاجي البوان دو في ديالك. لا ماشي بوان الحاجه اللي قريت، نتوما جربوا ولا شوفوا، انا ما كنتحملش المسؤوليه ديال داكشي. الكتاب ولا صافي، انا استفدت واحد المعلومه جيت عطيتها لك، ما كنقولش لك بانني واعر في هذيك الحاجه وانا كذا ولا هذه، ولكن انا بارطاجي قريت في الكومبوند افيكت، قال لك خاص كل نهار تزيد خطوه لقدام. انا جيت قلت هذيكم هذا الشيء راه كيقول بانه طن 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 صافي. هذا كنقول لك في عام ديال 2019 كامل وانا كندوكيمونتي في البروسيس. وتخيل معايا واحد الحاجه اللي كنشوفها في لي كرياتور دو كونتوني حاليا اللي صراحه ما تعجبنيش، واللي هي انه كيجي واحد الشخص يلاه بادي في لا كرياسيون دو كونتوني وتبدا تيقول لك اخويا بارطاجيني في ستوري، سميتو دير لي الدعم، دير لي هادي، دير لي هادي. الوغ كو انا في 2019 من شهر جوج وانا كنلوح ستوري كل نهار، ماشي وحده قلت لك بزاف. اوكي تخيل معايا اول واحد الشخص غادي بارطاجيني في ستوري ديالو، عرفتي امتى؟ حتى لشهر 6. يعني من شهر جوج لشهر 6 ما عمري ما هضرت مع شي واحد، ما عمري ما قلت لشي واحد يبارطاجيني ما حتى شي حاجه، واحد بوحدو وبوحدو جا هو بارطاجا. وتخيل معايا واحد هو يلاه بادي، هو باش باغي يبدا، باغي يبدا بهذاك الدعم اللي انت غادي تعطيه. يعني ما كانش لوبجيكتيف ديالك هو انك تجمع الفولوورز وتجمع كذا وتجمع كذا، وانما باغي انك تحل المشاكل ديال بزاف ديال الناس والمهارات ديالك. سي لا فيزيون. انا كنرجعو ثاني ديك البيك واي اللي كانت عندك. سي لا فيزيون، انت شنو باغي دير من هنا لقدام؟ انا كنقول لك من شهر جوج، وتخيل معايا واحد راه شهر يلوح ستوريات، حتى واحد ما يتسوق لا يمشي يلوح داك الشيء يقول لك لا ما يقول لك هذاك الشيء ما فيهش. الو كنقول لك انا شهر 6 والله الا رجعت قلبت عليها، رجعت قلبت عليها، شفت اول واحد غادي سميتو غادي بارطاجيني، والله الا بشهر 6 كنشوف باللي هذا خونا هذا بارطاجاني وقال لي دخلوا تبعوا هذا السيد راه سميتو راه تبارك الله عليه. راه واش حسيتي ديك الوقيته فاش باش بارطاجاك داك السيد باش حسيتي ديك الوقيته جاتك عاديه؟ عادي جدا، زعما ماشي شي حاجه كحس، حيت انا مبتدئ ديك الساعه. وانا لحد الساعه اليوم راه كنقولش زعما انني واعر ولا شي حاجه، عادي. وي غير هاد القضيه قلت لك ما كتعجبنيش في لي كرياتور دو كونتوني، كنقول لشي واحد اللي يلاه بادي بين لينا حد الناس يديك، وي بين لينا بلي عندك واحد لا فيزيون، شتي انت ملي غتلوح الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وشهر وانت كتلوح الفيديوهات، انا اول واحد غيبارطاجيك، حيت غنعرفك باللي ما دايرش داكشي على قبل. واصلا غادي تبان فيه، يعني ملي غادي يدير داكشي عن حب غتبان فيه، يعني ما غاديش يبان فيك. ماشي انت لحتي فيديو واحد ولا جوج وكتسنى في الدعم اصاحبي، ما لحتي بزاف. وانا نجي ما تقول والو، شتي انا بعض المرات والله حتى كطرى ليا كندخل كيبان لي شي واحد لاه واحد، كندخل البروفيل ديالو كنلقى السيد لاح واحد الفيديوهات كثار كتجي كتبارطاجي ما يقولهاش ليا، حيت كنشوف السيد عنده فيزيون،
لاح بزاف ديال الفيديوهات تعاون تيبان كيف قلتي انت هذيك اللعيبه بانه تيدير انحب وي. واحد كيقول لي بارطاجيني كندخل كنلقى عنده فيديو واحد اصاحبي وكتحشم وكذا ودابا باش كنعرف انا السيد هذا راه عنده فيزيون باللي غادي يكمل. انا مثلا جيت حطيته في ستوري ديالي ودازت واحد اليوم هذا الشيء السيد ما بقاش مثلا شي بارطاج شنو غادي يطلع من هنا لقدام. دونك هذه القضيه انا بغيت غير نشير ليها وكنصيحه للكرياتور كونتون اللي يلاه غادي يبداو في الاول بين حنا تيديك الشملات بين حنا تيديك الناس غادي يجيو اوتوماتيكمو غادي يبارطاجيو اكزاكتلي exactly. كتبان لهم باللي راك قاعد مشيت وكذا. المهم نرجعوا للمهارات. اكتشفت المهارات دونك بديت كنطور راسي وقلت غادي ندوكيمونتي البروسيس. هنا بديت رحله ديال ديفلوبمون بيرسونيل حقيقيه حيت انا كيعجبني ديفلوبمون بيرسونيل. داك من 2013 تقريبا كنت قريت شي كتاب ديال سميتو ديال ابراهيم الفقي. كنت اكتشفت الكتاب ديال سميتو ديال ستيفن اركوفي ديال فيرست ثينكس فيرست ديال الاولويات اولا وكنت قريته واحد الوقيته وديك الموتيفاسيون كذا وداك الشيء. ولكن مورا كنطفى علاش حيت كيف قلت ما بديتش واحد الرحله ديال ديفلوبمون بيرسونيل اللي حقيقيه. هذيك كانت غير كتعرف الفونتازم كتجي كتفونتازما كتموتيفا واو داكشي زوين حيت لا موتيفاسيون اكسترن هذيك ما جايهش من الداخل صافي تتمشي. الوغ كو في 2019 هنا بديت كنديفلوبي راسي حقيقيا يعني كنابليكي داكشي اللي كنتعلمو زائد كانت عندي واحد لا فيزي يعني فوالا من القدام شنو غندير وكذا وكذا وكذا. الوغ كو في 2013 كنت لا باغي نطور راسي حيت اي واحد الحاجه اللي خاصكم تعرفوا هي انه تطوير الذات ولا ديفلوبمون بيرسونيل راه ما تقدرش تميزوري ما تقدرش تعبرو في غادي تعبرو في الميادين ديال حياتك. ديفلوبمون بيرسونيل خصو يبان في الصحه ديالك خصو يبان في البيزنس ديالك خصو يبان في الكارير ديالك خصو يبان في العلاقات ديالك. هادشي باش كنميزورو ديفلوبمون بيرسونيل. دونك الا ما كانش عندك شي هدف في الصحه ولا في الكارير ولا في البيزنس ولا في شي حاجه راه داك ديفلوبمون بيرسونيل ما عندوش ينفعك غتبداه وغتحبسو انا كانت عندي لا فيزيون كانت عندي لا كارير كان عندي الصحه كان عندي بزاف د الحوايج. داكشي علاش هذاك ديفلوبمون بيرسونيل كونسونطاج عليه مزيان. اوكي دونك دوكيمونتي البروسيس غادي طان طان شوف شويه الناس ولا كيقولوا دير لنا لايف وانا كندير ستوريات في 15 سكوند صاحبي 30 سكوند بحال هكا كتكون داير ستيب الاولى كتكون صافي في الكونفورت زون كيجيو عندك الناس خصك تخرج من الكونفورت زون دير لنا لايف في الاول ولا كيقول لك بارطاجي معانا واحد يقول لك خويا دير لنا لايف درت اللايف الاول والله الا كانت حضرت شي تسعود لا بقيت عاق وايل تسعود والله الا تسعود اللي حضرت في اللايف درت فيه شي ساعه واقيله داز هذاك سميتو داز هذاك اللايف الثاني واقيلا شي 15 16 بقات غادي واحد الوقيته في شهر 7 ولا مع شهر 8 وصلت لشي 40 اوكي واو 40 واحد شديتي من الاول حتى الاخر ديال سميتو ديال اللايف راه بانت لي شي حاجه وي صافي. ديك الساعه دا فكرت في يوتيوب قلت اوكي زعما هي النيكست ستيب اللي غادي تكون ديك الساعه نقدر نبدا ندير فيديوهات انا ديك الساعه صافي فيديو تبقى ماشي ستوريات ولا لايف ديك الساعه داكشي تيمشي اللايف 24 ساعه تيمشي اكزاكتلي ستوريات 24 ساعه تتمشي. واخا في شهر 9 غادي نسويتشي سميتو غادي نسويتشي الكاس دونك فاش جيت لكازا هنا راك عارف الكرا تعاود تانستالا مدينة جديدة تشالنج عاوتاني غتخرج من الكونفورت زون صبرت حتى لشهر 12 عاد بديت كنفكر في الكونتوني ديالي دوزت واحد الطروام عاوتاني بحال قلت يلاه كتستابيليزا في الخدمة ديالك وكذا وداك الشيء. في شهر 1 غادي نديمار فاش نورمال ما خصني نديمار في المهارة ديال تقلب على خدمة ولا في المهارة ديال لو فاليداسيون القرايه وكذا وداك الشيء. داكوغ هادو هما اللي خصني نبدا فيهم في يوتيوب صافي. عولت 2020 نهار واحد في شهر واحد غادي نبدا الفيديوهات صافي. واحد شويه بغيت ضرب لي الطن في 2019 اكتشفت بزاف ديال المهارات جداد تعلمت بزاف ديال الحوايج اللي جداد ومنهم المهاره ديال الاستمراريه. داكوغ انا كنت قلت لك كنفاليديت على الاخر شنو السبب علاش كنفاليديت على الاخر وانا واحد الشخص معكاز كيمشيش للقرايه القرايه ما كتكملش كان مثلا كنجي كنعس في الليل ولا كنعس حتى الخمسة ديال الصباح ولا الثلاثة ديال الصباح كنفيق حتى 11 كنرجع للناس عاوتاني كنفيق حتى 2 كنولي سامح في ليكور ديال الصباح وليكور ديال العشيه ولا سولتي الناس اللي كانوا كيقراو معايا راه يقول لك واحد الوقيته راه واحد السيمانه ما جيتش بسبب هذه القضيه ديال سميتو ديال الناس وكاين مثلا بروف ما كرتاحش ليه صافي كنقول هذا ما كاينش نجي عنده والله الا كاين عندي بروف اللي الهرب الهرب والله الا سمعتي ما يمكنش قاعقل على واحد البروف ديال الميكانيك عمري ما حضرت ليه شي كور كيجي لافيشاج دي اس الاول 16 ونص ثاني نقطه النقطه الاولى كانت 17 هذا ما عمره ما شافني
هذا كنقول لك، مع عمره ما شافني، تصدم كيقلب عليا في مورا داك الدي اس، كيقلب عليا شكون هذا خونا هذا، اوكي كيقلب ما اوكي عارفنيش انا، مع عمره ما شافني. اوكي كنقول لك ما كنت كاين زعما الاساس ديالي، مع عمره ما شافو وي فريمون، عمره ما شافو. دونك كنت واحد الشخص اللي ماشي ديسيبليني، كنت واحد الشخص اللي اكس شامبيون فليكس، كنقول لك اكبر معجز سيرتو في العائله. العائله كنت كيقولوا لي يوسف فيق غير فطر، تيقول لي فيق غير فطر ناس ورجع ناس، تيقول لي فهمت نوض بعدا فطر على خاطره ودي صار رجع ناس مش لا والو تنقى ناس مشي فهمت. 13 وحده فين سيرتو في الصيف، سيرتو في الصيف صافي كنت كندوزو فريمون سهر بالليل وما تفيق حتى لوحده. واحد الوقيته عشان كنت مبلي بالوان بيس تا هو في ديك الوقيته ديال القرايه حتى لست ديال الصباح شي باش كنعس. المهم تبدلت في 2019 كاريمون، الناس اللي كانوا كيعرفوني قبل تصدموا، شافوا واحد الشونجمون اللي كبير، كيفاش وليت ديسيبليني، حياتي العكس وليت كنستمر لا كومبليتمون شونجمون فريمون طوطال طوطال. من 11 الصباح 12 تلاش 5 وليتي كتفيق مع 5 الصباح 5 الصباح وديما كل نهار نون ستوب وانا خدام صالار. ولكن شنو المهارات اللي تعلمتي بالضبط اللي خلاتك انا كتشونجا كامل؟ شنو كاينه شي حاجه اللي خلاتك انا كتشونجا كامل؟ قلت لك الاستمراريه. ولكن راه شوف غير باش نتفاهموا واحد القضيه ديما تنقولها ديما تنقولها، ما كاينش حاجه واحده اللي كتشونجي، ما كاينش بزاف الحوايج، كاينين واحد شويه واحد شويه واحد شويه واحد شويه. الا كان شي واحد كيتسنى في حاجه واحده اسير اسير بلاصه، راه ما عمرك ما غادي ديفلوب. كاين شويه وشويه وشويه وشويه، راه يقدر يجيك شي شوك، راه متفق مع هذه القضيه ديال انه واحد كيتشوك في حياته وكطرى له شي حاجه تيتبدل، ولكن راه ماشي ديك الشوك اللي بدلو، راه دوك لي زاكسيون اللي دار من مورا دوك الشوك وجمعهم بزاف هما اللي خلاو على انه يتبدل. داك فهمتيني؟ دونك انا كاين بزاف ديال الحوايج وهذا نقدر نهضر عليهم في سميتو فصل غادي غادي عندي واحد لاكاسيون متعلقه بهذا العيب هذا. انا الحاجه اللي عاونتني بزاف، راه قلت عاونتني بزاف يعني كاين حوايج اخرين، هي الاستماع. تعلمت وانا نجي ونقول بلاتي هاد المهاره دي كيهضر عليها شي واحد من المغرب، لا كاين شي واحد ديجا زعما فريمون تيستمر زعما في المغرب دوكيمونطي البروسيس ديالو بانه زعما تيدير هاد القضيه هادي، ومام لي كوتش ديال ديفلوبمون بيرسونيل لقيتهم بانهم ما تيهضروش عليها. الا هضر عليها كيعطي واحد شويه ديال الوقت، خصك تستمر خصك تكمل ما خصكش تحبس صافي. هادي حدا كتسالي هنا جوست بحال هاد موتيفاسيون كيعطوها في الاول وصافي، لا راه تيعطيك وتيقول لك راه مهمه الاستمراريه، ولكن هاو ولكن ما كيشرحش الطريقه. هاو هاو راه تيهضر راه علم بوحدو الطريقه كيفاش تكون مستمر في شي حاجه. اكزاكتو ممكن لي ناقصه غير ديك غير ديك الطريقه. جيت لقيت بانه حتى شي واحد ما كيهضر على هاد القضيه هادي. وانا نقول بلاتي هذا مشكل كان عند جميع المغاربة، وباش اكتشفته في 2019 حد الناس كانوا كيصيفطوا لي ميساجات انا خويا بغيت نتريني ولكن راه والو، انا خويا بغيت نولي نفيق مع الخمسة ديال الصباح والو، عرفتي جميع الاصناف انا خويا راه تابعني الباك بغيت نبريباري والو. وانا نقول لا هذا راه واحد السوجي اللي كتوش المغاربه كاملين داك وما كيهضر عليه حتى شي واحد داك، ولا هضر عليه شي واحد كيهضر عليه واحد شويه صافي وتيدوز. دونك هذا نقدر نجي ندير فيه انا كونتوني، واخا حتى واحد ما غادي يتسوق ليه في الاول، ولكن انا عارف بلي غيكون واحد لامباكت من قدام وغيكون واحد تشينج زعما فريمون. علاش غيكون تشينج؟ حيت بديتو من عندي انا. اوكي ماشي جيت كنعطي الهضره اجي نعلمك كيفاش تستمر، لا راه وريتك فيا انا بعدا ديجا، دونك فاش غنوريك انا نوريك زعما لو ريزولطا فيا انا ساعه راه اوف كورس غادي تثيق فيا. هاد السيد راه ماشي باني هادشي كامل على الهضره جايه كتعطيني غير الهضره، ما انما راه ديجا طبق داكشي وابليكاه وصل به لي ريزولطا. داك دونك ديسيديت على انني نبدا في لي زابيتود، هادو هما اللي غادي نهضر فيهم. حيت لي زابيتود اتس ا بارت من الاستمراريه، كاين بزاف ديال لي بوين منهم لي زابيتود، وهما اللي كانوا عاونوني انا بزاف وبديت فيهم. وكيف قلت لك حتى واحد ما مصوغ ديك الساعه في الاول، قليل الناس اللي زعما مامنين بهذيك الفكره ومتبعين. بديت كنلوح فيديو، حاط قدامي تشالنج ديال عام كامل غنلوح فيديو كل نهار بروفي انني كنستمر. اوكي ما يمكنش انا نجي انا نعلمك الاستمراريه وانا ما عطيكش شي حاجه اللي كتعلم واحد الحاجه ولكن كيلقاو ان هذيك الحاجه راه كديرها يعني كتبان. وهذه علاش كنقول للناس اللي كنتي باغي تاخذ شي فورماسيون ولا باغي تمشي تسمع نصيحه، ما نقولوش حنا كاع فورماسيون، من واحد الشخص ما تمشي عنده حتى تشوف فيه بانه كيدير ديك الحاجه وكيحقق بها دي ريزولط. جوج ديال لي كونديسيون، انه يكون ديجا شي يديرها هي لا ماشي نقولوا لا باسيون ديالو مي الكوتيديان ديالو، وثاني حاجه يكون عنده دي ريزولط. حيت تقدر تكون كدير واحد الحاجه ولكن ما عطات حتى شي ريزولط، دونك هذه راه شي هي ما خداماش. داك دونك الناس ديك الساعه
غادي تيقو كثر فيا حيت انا كندير ديك الحاجه. وسيرتو باش انك دير فيديو راه ماشي كل نهار كنشرب غير كاس ديال الماء ساهله، لا راه غادي تقاد فيديو وراك عارف الفيديو كيدوز واحد البروسيس سكريبت ايديتين لعيبات كذا فيه تمره شويه. ديك الساعه ما عندي والو، عندي واحد السيبورا ماشي ديك بحال السيغبون كتركب فيها التليفون هكا، عندي واحد الطابله ديك الساعه سميتو في الشومبر، وعندي تليفون ديك الساعه هو الكاميرا قدامي باش بديك يبدل الفيديو راه باقيين في يوتيوب الناس اللي باغيين يمشيو يتفرجوا فيهم. الشومبر ديالي خاوي ما فيها حتى شي حاجه، الصدى كيتسمع داك الصدى كيتسمع كيتعاود. بديت نجيب داك الشيء، ولكن كانت عندي فيزيون ديال عام كامل غنقلوح فيديو كل نهار، يقدر يطرى ما عرفتش شنو يطرى، ولكن غادي نكمل. بديتي نهار واحد شهر واحد 2020 هي بديت واحد يومين قبل، ولكن غير باش تجي مع داك نهار واحد فهمتي انا بديت. ولكن انا كنقول ديما لا، ولكن اول فيديو حطيتيه لا حطيته نهار 29 تقريبا 30 30 واقيلا 30 ولكن 30 31 واحد داك غير واحد بري لونسمون فهمتي، غير باش نولف على ان نهار واحد نكون فوالا فهمتي، غير باش نبدا بهم. ونهار واحد بديت وحاط قدامي اوبجيكتيف ديال العام كامل يعني 366 فيديو ديك الساعه كانت كبيسه وي 366 2020 باقي كوفيد كاع ما كاين ديك الساعه، مازال ديك الساعه كوفيد حتى لو موا 3 بديت كنلوح سميتو الفيديوهات كل نهار، عرفتي وصلت 30 فيديو عرفتي والخيال العلمي، عرفتي الفيديو 30 انا مولف كنصور غير في الدار، صورته في الجرده اوكي جاتني في شكال واحد الفرحه وكملت 30 فيديو. هادي واخا بنادم متبعني ديك الساعه قليل، راه يوتيوب ديك الساعه عندها شي 300 ولا ما عرفتش 200 سبسكرايبرز، والفيديوهات راه ما كانوش كيكملوا حتى 40 50 فيوز في النهار، وكنلوح كل نهار. ولكن جو بونس عرفتي علاش فرحتي انت ملي وصلت ل 30؟ حيت انت ما كنتيش كتشوف انا 365 بعيد، وانما كنتي كتشوف انني غنبدا خاصني وصلت ل 10 20 30 40 50. وانا نقول شتي ملي حققتها يوسف 30 قادر انك تحقق انا كنحقق 365 فهمتي، بقات غير هذا. وانا نقول دابا التشالنج هو 90 يوم حتى انا كنقول باش تكري ان ابيتود خصني 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 90 يوم. بقيت غادي كنلوح الفيديوهات ولكن كانت صعيبه ديك الوقيته اوف كورس اصاحبي، راه ماشي ساهله راه ما شوف بعض الخطرات كتحس بالعجز، بعض الخطرات كيطلع كلشي كتجيكش ديك الحلاوه اللي كانت في الاول ديال انك كتلوح، حيت ملي كتعلم مثلا شي سكيل سواء في الهارد ولا في السوفت فاش كتعلم ليها في الاول كتجيك ديك الحلاوه وكتقول تعلمت هادو، ولكن بعد راه صعيب انا كتكمل فيها على السيد ملي كيدخل لونطريمون النهار الاول راه كيحس بداك الدوبامين، ولكن باش يجيك النهار الثاني والنهار الثالث والنهار الرابع والنهار الخامس راه ما صعيبه. يس هنا فين غادي تشرح لنا كي درتي لها باش وصلتي ل 90 يوم؟ بقيت غادي حيت انا عندي الميثود ديالي البروسيس ديالي هو اللي كان هو اللي كنأكومباني فيه الناس واللعيبات هو اللي ابليكيتو اوكي. وصلت 90 يوم عاوتاني واحد واحد الدوبامين واحد عرفتي فهمتي انا احسن من ديال الدوبامين حتى 90 يوم لا دوس كطلع راه صافي راه كتولي تشوف باللي 180 قريبه، كتشوف باللي 360 قريبه فهمتي اوكي. صافي بقيت غادي كنلوح داك سميتو داك الفيديو كل نهار في شهر في شهر جوج ديك الساعه كنأكومباني واحد البنت باش انها تكري واحد لافيتود وتستمر فيها. اول بنت ديك الساعه سيتي غراتوي خدمت معها داك الشهر كامل عطيتي بعدا الفابور في هذيك سميتو علاش بو بروفي باش نبين بانه راه باش نبين بانه هادشي خدام سي نورمال. ابري ما تسالينا هذاك لاكومبانيمون درت انا وياها لايف اللي جات هي اللي هضرات، انا ما هضرتش في هذاك اللايف، هي اللي هضرات على ليكسبيريونس ديالها على كيفاش هي كريات هذاك لابيتود البروسيس اللي دزنا منه داكشي كامل أوكي. لدرجه انه بنادم تيسولني وهي تتجاوب في بلاصت علاش حيت هي دازت من البروسيس باقا حي يلاه دازت من البروسيس كاين دي كيستيون مثلا عليا انا كيفاش غادي نديروا هذيك، هي جاوبت في بلاصتي في هذاك اللايف. فالناس هنا تشوكاو وتصدموا زعما كيفاش ليكسبيريونس ديال ديك البنت كيفاش دوزات غير في شهر وشنو لي ريزولطا اللي وصلت لهم وكذا. تما في لونسيت لوفر ديالي او اوفر ديال لاكومبانيومون ديال سميتو ديال لي زابيتو داكو. فاش لونسيتها كنجي في ميم با واحد يومين ولا وقيله نهار من مورا داك اللايف كيجيو عندي ناس كيقولوا لي بلي حنا راه مستعدين باش نخلصوك باش ندخلوا معاك في لاكومبانيومون، ماشي واحد ماشي جوج، وانما انا كنت باغي نشد خمسه ديال الناس في الاخر جاو خمسه ديال الناس وحبست وجاوني واحد جوج قالوا لي ضروري هما اللي زيدتهم خدمت معاهم في الويكاند، حيت الخمسه كنت نخدم معاهم غير في وسط السيمانه اثنين ثلاث لاربع خمس سوايع، حيت كنت كندير ربع ساعه كل نهار تخيل معايا ربع ساعه حتى في الكوتشينغ حتى هو درتو افيتود شهر كامل وكنت معاه ربع ساعه كل نهار وكنت ديما كنلوح ستوري بانني هافوالا ساليت السيس ومشي مع واحد كنت لك راه مع خمسه. دابا انت تعلمتي شي سكيل اللي تقدر ان اي حاجه ديرها غتكمل فيها غتكمل فيها لا انت فهمتي. درت لاكومبانيوم من الاول هذاك هو الشوك اللي انا شوكان ملي شفت الناس باللي مستعدين باش انه انفيستيو صافي تقت بزاف
في البرودوي اللي عندي ولا نقدر نسميو كاع سيرفيس، وي وانا نقول بلي هادشي راه خدام. ساليش معاهم، جاو حتى هما عطاو الفيدباك ديالهم. اوكي ملي عطاو الفيدباك الناس اخرين عاود ثاني جاو تموتيفاو اكثر. انت شتي شتي واحد وانت مازال كنتي خدام ديك الفتره انجينير؟ يس يس. وهذا باش شي انفلونسيت لو خديري لو راجل كوفيد غير ديسيداو بانه الكونفينمون. ديك الساعه فاش لونسيت لو خديري هي باش الناس ديك الساعه تقيدوا عندي. المهم البرومو الاولى، البرومو الثانيه، البرومو الثالثه، نفس البرومو الاولى دوموندو لي واحد فورماسيون اخرى في لوغانيزاسيون. دري يوسف انت كنشوف انت في عمر خمسه كدير واحد الروجيكت ما تجيكري داكشي عندك حيت انت كتبارطاجي داكشي في ستوريات. وقول لي قول لينا كيفاش كدير، حيت كاين لي زابيتود. لي زابيتود بوحدهم استمراريه في واحد لابيتود ماشي هي لوغانيزاسيون. لوغانيزاسيون حتى هي كتعامل في الاستمراريه. تقول لي لوغانيزاسيون زعما التنظيم ديال الوقت ستركتور، كيفاش كتكون النهار ديالك كامل ستركتور. اما لابيتود لا، غير انك كتبدا واحد الحاجه وتتكمل فيها. داكور. طلبوا مني باش انني ندير لهم فورماسيون بروغانيز. قلت لهم على الراس يعني ما عنديش مشكل، حتى هي عندي واحد لا ميثود حتى هي خدام بها كذا كذا نبارطاجيها معاكم. خدمت معاهم على هذيك القضيه حتى وصل شهر 6. شهر 6 صافي ما قدرتش نولي نشد الناس ولا ولي دوموند كثار، ما قدرتش حيت انا هذيك الساعه سالاري. هي باش لونسيت لا فورماسيون ديالي اونلي. فورماسيون اونلاين فيديوهات انريجستري، اي واحد بغى يتفرج فيهم الوقت اللي بغى كيبقاو معاه اف. كتجي كتشري ديك فورماسيون كتاخذها تتفرج فيها وقت ما بغيتي، ترجع لها وقت ما بغيتي. وقت كندير حتى سيسيون في الاخر ديال الفورماسيون، الناس اللي عندهم دي كيسيون اللي ما فهمتش شي حاجه في لا فورماسيون كنشرحها ليهم وكذا. لونسيت لا فورماسيون ديالي وفي ديك البيريود تما فاش ديميسيوني صافي حسيتي براسك انه كاين بزاف ديال لي كونديسيون، كاين بزاف ديال زعما ديال الظروف اللي كانت في ديك الوقت اللي خلاتني على ديميسيون. زعما ابار لو فيت ديال انني بديت كندخل السالير ديالي زعما من لا كرياسيون دو كونتوني، كان حوايج اخرين. اوكي في الشركه ولا لا؟ غير في الشركه فهمتي، غير في الشركه كانوا شي حوايج اللي طراو مع الكوفيد. ديك الساعه حيد الحجر الصحي، رجعت ديك الساعه لاكتيفيتي، بغاو يقصوا لكم في السالير وكذا. لا كاين بزاف ديال الحوايج من غير زعما هاد القضيه ديال سميتو ديال السالير. انا ديسيديت على انني صافي غادي نديميسيوني ونقدر نرجع من هنا لقدام عاوتاني سميتو بالوطن. ما تيهمنيش زعما نقدر نرجع، ولكن غير ديك الشركه ما بحال قلتي صافي ما نقدرش نكملها ما نقدرش نسيبورتي داكشي اللي طاري فيها. دونك فوالا ديميسيونيت، خرجت من الخدمه وليت صافي فول تايم تكونسونطريت على الكونتنت ديالي صافي. حيت هذيك اصلا هي لا فيزيون. انا في الاول اختاريت خرجت اني ما غنبقاش مهندس دوله ولا ما بقاش خدام كمهندس. دونك الخدمه الاخرى هي انا نولي كرياتور دو كونتوني كيف قلت، بواحد لي كونديسيون اخرى ماشي بحال لي كرياتور كونتوني كاملين اللي كاينين. وكيف قلت خصني نعالج واحد المشكل. دونك بديت كنعالج المشكل ديال الاستمراريه، كنعالج المشكل ديال لوغانيزاسيون. واحد شويه خرجت فورماسيون في هذيك لا ريشيرش دومبلو، هذيك المهاره اللي دارت عليها في باش انا كتقلب على ستاج وتقلب على خدمه. خرجت في فورماسيون وساليت 2020 اللي هو العام الاول ديالي في لا كرياسيون دو كونتوني بسبعه ديال لي فورماسيون. اخر وحده كانت هي ديال لي زوبجيكتيف، حيت ديك الساعه كنت وصلت لي زوبجيكتيف ديالي. هذيك باش وصلت لزوبجيكتيف ما كانتش شي حاجه اللي هكاك، مي كانت واحد الخطه، كانت واحد استراتيجيه، كانت واحد الطريقه. دونك فوالا صافي وليت فول تايم. ساليت العام ديالي الاول هو 2020 صافي، قررت على انني ديفينيتيفمون ما غنرجعش للخدمه. دونك تكون صانع محتوى. غادي نكمل في صناعه المحتوى. بديت 2021 او ثاني الفورماسيون لاكومبانيمون وبقيت غادي بحال هكا حتى الساعه. دونك انا دابا هادي اللي كتصدم بزاف ديال الناس وما ما كيتوقعوهاش اصلا وكيتصدموا فيها، هي انه انا عايش بالكونتنت ديالي. اوكي عايش بالمحتوى ديالي، يعني حتى لي برودوي ما عنديش زعما شي برودوي اللي تنبيعه ولا كذا. سي لاكومبانيمون، سي فورماسيون اونلي. اكزاكتو. هادشي باش عايش كنقول لك دابا راه عامين. انا ديميسيونيت في شهر 6 2020 صافي، خرجت ساعه من الخدمه. واي واحد فيك لقيته فاش كنت بغيت نديميسيوني كنقول ليه راه غادي نخرج، راه صافي غادي نعيش بشي حاجه، راه تقدر في شي نهار ولا في شي حاجه ما يبقاش هادشي خدام ولا جو سي با ولا وما مشيتش لواحد الدومين اللي معروف فيه الفلوس، الاي كوميرس، تريدين كذا. مشيت لواحد الدومين اللي قليل الناس اللي فيه، وانك تتعول على واحد سورس دو دروفن راه ماشي شي حاجه اللي صعبه. ولكن انا كنت تايق بزاف لا فيزيون اللي عندي، يعني من هنا واحد 5 سنين ولا واحد 3 سنين فين غادي نكون. وكنت تايق في داكشي اللي تندير، عارفو بانه ماشي كذوب ماشي هضره، وانما شي حاجه اللي كوتيدين ديالي تنديرها. داكو. وكتعيش انا النصيحه ديال اللي تنعطي الناس، تنقول ليه الا كانت شي حاجه اللي تتعجبك راه غادي تخرج منها الفلوس. ولكن كيفاش غادي تخرج منها الفلوس؟ خاصك ديفيرونسي على الناس اللي عندك في الدومين، تكون مختلف عليهم. اكزاكتو، ما غاديش تخرج منها الفلوس.
وانت عندك واحد الحاجه اللي زوينه ان ديك الحاجه تعجبك دوك تبقى ديرها الان فين دوك عمرك ما تحبس فيها. ولكن الا كنت كندخل الفلوس واش فورسيمون داكشي تيعجبني؟ غايجي واحد النهار غادي يقدر يكون شي حاجه اللي ما تعجبنيش. وي وغايجي واحد النهار غادي تخرج. تعجبني هذه واحد 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 الجمله كان قالها ادريس ابركان كيقول لك تو طوم برودكتيف اي تيبانوي لا تو طوم ايبانوي اي برودكتيف يعني كيقول لك الا كنت ايبانوي فداكشي اللي تدير اوتوماتيكمون غادي تكون برودكتيف. ولكن الا كنت برودكتيف واش كيعني بانك ايبانوي؟ لا لا العكس لا ماشي تقدر لا تقدر لا يعني ماشي العكس ماشي العكس صحيح لا يعني فوالا يعني تقدر تكون برودكتيف في داكشي اللي كدير ولكن ماشي ايبانوي فيه. دونك الا كنت ايبانوي اوتوماتيكمون غتولي برودكتيف. داكور دونك فوالا صافي كملت في سميتو في لا كرياسيون دو كونتوني الحمد لله. الناس كيعطيو دي فيدباك زوينين الناس اللي خدمت معاهم في لاكومبانيومون كيوصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم بيان سور ماشي الغالبيه حيت ماشي كلشي كيطبق. وانا هادي واحد الحاجه اللي كنقولها في لي فيديو في لي فورماسيون في الكوتشينغ في اي حاجه كنقول ليه المسؤوليه ديالي انا عطيتك فورماسيون المسؤوليه ديالك انت طبق داكشي. الا طبقتي اوف كورس غيكونوا دي ريزولطا الا ما طبقتيش راه ما يكونوش دي ريزولطا. داكور دونك انا كنكون واضح مع داك مع السيد اللي نخدم معاه ولا السيد اللي غياخد عندي الفورماسيون. ولكن هاد لو سويتش نورمالمون السي يوسف راه صعيب شويه باش انك تكون من انجينيور داتا وبصالير لي زوين لصانع محتوى اللي غيبدا من الزيرو. السؤال ديالي شنو الفرق بين يوسف اللي كان انجينيور داتا ليوسف دابا اللي هو صانع محتوى؟ يعني شنو واش حسيتي بواحد لا ديفيرونس؟ شنو كان يعني شرح لنا اوجه الاختلاف بين يوسف القديم اللي كان انجينير ويوسف الجديد اللي ولا دابا صانع محتوى؟ داكو مرحبا. الو بعدا كيف قلت في الاول ديال الحلقه انا في الاول ما كنتش ديسيبلي واخا كندوي على البدايات ديالي كمهندس يعني كندوي على البدايات ديالي. اول حاجه سميتو لا ديسيبلين ما كنتش ديسيبليني بيان سور في الخدمه في القرايه كيف قلت دقيقه 90 دونك حتى كيبقى والو الامتحان على ديك الساعه كنوض تنبريباري عارف كنقول حيت انا كانت فيا القاعده وكنت كنقول بلي خاصها تبقى معايا حياتي كامل هي خصني نخدم سو بريس الا ما كانتش لا بريسون امبوسيبل نخدم يعني ضروري خاصني لا بريس الوغ كو مورا ما خدمتش على راسي ولا العكس واش كنخدم واخا ما كايناش لا بريس كل نهار فيق مع 5 ديال الصباح كل نهار ندير الروتين ديالي كل نهار نلوح فيديو كل نهار داكشي كامل. دونك هذه هي اول حاجه يوسف فاش كان في البدايات ديالو كمهندس دولة راه ما كانش ديسيبليني كان كينعس حتى الوحده ديال الليل جوج ديال الليل كيفيق مع الطلق كيجري غير باش يركب في سميتو في الترونسبور الوغ في صناعه المحتوى ما وليت ديك الساعه ديسيبليني ما بقيتش كيف كنت قبل. واحد الحاجه اللي بغيت نهضر عليها مهمه بزاف قبل ما ندوزو لهاد اوجه الاختلاف كاملين هي الناس اللي كيتفرجوا في هاد الحلقه غادي يمشيو غالطين. علاش غيمشيو غالطين؟ غادي يقول لك علاش انت قريتي 5 سنين في المدرسه تعذبتي تعذب معاك والديك كريتي في مدينه بعيده عليك كنتي كتبريباري ستريس لي بريزونطاسيون لي ستاج داكشي كامل ويمشي هكاك وجيتي خديتي الدبلوم وحتى داك الدبلوم غير لحتي خدمتيش به دونك راه هادوك العوام كاملين ضاعوا. في حين انا كنقول العكس لا الكورسيس ديال الانجينيور اللي دوز اتس ا بار اوف ذا بروسيس استفدت منه بزاف ديال الحوايج تعلمتي بزاف ديال الحوايج وداخل في البروسيس باش تولي دابا صانع محتوى حيت دابا كاين اللي دابا راه ما استفدتي حتى لعبه من هذاك الشيء بحال قلتي ضيعتي هكاك هو لا كان عاوني علاش حيت شفت فيه لي بريزونطاسيون الوغ كو ميم مشيت قريت كاع في هذاك الكورس محال واقيلا باش غنشوف لي بريزونطاسيون كاينين شي حوايج ما غاديش تشوفهم دابا زيدك حاجه اخرى كاع اللي غادي تصدمك بزاف هي انه الشركه اللي خدمت فيها كنت انا في الديبارتمون في الخدمه ديالي فيها واحد شويه ديال ديفلوبمون بيرسونيل. اوكي وهذيك على حسب السوفت سكيلز وهذيك حتى هي اللي عطات دي كليك بزاف باش انا نزيد نخدم على راسي يعني داخل في بروسيس اكزاكت يعني اي حاجه درتي منها راه شيبات فيك شي حاجه كونات فيك شي حاجه اللي انت ما حاسش بها يعني حتى الفشل ملي كتفشل راه في البروسيس هذاك حيت غتعلم شي حوايج باش انك دوز النيكست ستيب. حنا هما البنايه ديال داكشي المشاكل كاملين اللي دازو كاع دوك الاحداث اللي طراو دونك داكشي كامل اللي طرا ليا في الخدمه في القرايه في كذا راه استفدت منه فاش بديت في صناعه المحتوى. واش عام حاجه كنهضر عليها اللي منها الكايزن الكايزن واحد لاكولتور جابونيز هادي تعلمتها في الخدمه وابليكيتها حتى في سميتو في الكونتنت. اوكي تعلمت بزاف 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 ديال الحاجات اللي كنقول لك انا جبتهم غير من الانجينيوري الاناليز ملي جيت الاناليز بري داناليز صاحبي كيفاش كان اناليز كذا
من سيونس مات القرايه اكزاكتو. دونك واي هذاك الشيء هو اتس ا بارت اوف ذا بروسيس. داخل في البروسيس دونك بنادم ما يحقرش القرايه ديالو ويقول لا ما استفدت منها والو في الاخر لحتى. وانا ديما تنقول باللي القرايه غادي تخرج منها بشي حاجه الا كنتي فريمون داير راسك فيها اكزاكتو. يعني الناس كيقول لك لا واش استفدنا من القرايه وما فاتنا حتى شي حاجه الا راه انت ما كنتيش مسوق. ولكن الا عرفتي في حيت انا ما كنقولش باللي لو سيستيم راه زوين واعر وكذا وهادي لا ما راه غادي تخرج بشي حاجه في لو سيستيم ايديوكاتي غادي تخرج بشي حاجه ما يمكنش. انا كنقول لك انا بزاف ديال الحوايج تعلمتهم غير في المدرسه. وانا راه كنفرق بزاف ما بين الناس اللي كيكونوا دازوا في المدرسه ودازوا حيت فريمون هما كانوا بغاو يقراو والناس اللي ما دازوش في المدرسه حيت عارف وعشت انا وقريت وشفت الفرق ما بين انا ما قاريش وما بين انا وقاري. كاين فرق كبير كبير. يعني كون بديت في صناعه المحتوى وانا ما قاريش ما كنتش غادي نكون دابا بحال دابا اللي جالس حدايا دابا وشرحتي بزاف ديال اللعيبات في البودكاست. دونك انا بالنسبه ليا راه هذاك المهندس دوله راه عاونات باش انني نكون صانع محتوى. يعني راه ماشي كنت واحد لا بيرسون اللي مختلف وجيت هنا صافي راه تبدلت لا اتس ا بارت اوف ذا بروسيس. وعاد باش نزيدو حاجه اخرى المهارات اللي كنت باغي نعلم منين جبتهم بالقرايه. كيفاش غادي نعلمك كيفاش نعلمك انك تفاليدي وتنجح راه دوزتي راه دوزتيها ستاج كيفاش تلقى خدمه داخله في البروسيس داخله في البروسيس. دونك راه هادشي راه هو داخل في دوزتي انت دوك لي زيكسبيريونس تعلمتي بزاف ديال الحوايج وجيتي كتعلم الناس حتى هما كيفاش. يعني دابا انت بحال قلتي كتوري للناس شي حوايج شي مهارات اللي يقدروا انهم ينجحوا في اي حاجه. اكزاكت السؤال ديالي ما حدك دابا انت وصلتي ديك ليطاب انك كتعلم الناس بزاف ديال السكيلز بزاف ديال الحوايج منهم انك كيفاش تحقق الاهداف ديالك كيفاش تعلم مهاره الاستمراريه بزاف ديال اللعيبات. واش نقدروا واش يقدروا واش انت كتعتبر راسك ناجح في حياتك بالنسبه للنجاح؟ بالنسبه للنجاح خويا كيسيون واعره حتى نورمالمون انت كتوري الناس شي حوايج اللي غينجحوا في حياتهم ولكن واش انت براسك انا كنبغي ساتيسفي وكتقول انا ناجح في حياتي. انا كنبغي اي واحد يكون جالس يبقى يسول راسو هذا السؤال هذا فيما وصل في اي نيفو باقي الله بدا في الوسط في اي حاجه يسول راسو هذا كيسيون يقول راسو واش انا دابا اليوم ناجح. دونك انا غادي نجاوبك على لا كيسيون ديالك. انا دابا ناجح بارابور لا فيزيون اللي حطيت في 2019. اوكي اسمعني مزيان. اوكي 2019 يوسف كان سالاري كان خدام كيجي واحد السالير في الشهر كان حشومي ما كانش يقدر يهضر قدام الكاميرا كان كيعاني فينونسييرمون وي كان كيعاني زيد حوايج اخرين اللي كان عندي فيهم مشاكل. دونك لا فيزيون اللي كانت عند يوسف هو انه غيبدا واحد لا كارير اخرى انه غادي يبدا في صناعه المحتوى انه غيبدا يدير دي فورماسيون انه غادي يعاون الناس وبزاف عاوتاني ديال حوايج اخرين. هادي سي لا فيزيون وانا 2019 من جا 2019 قدام وعندك غير فراسك ما محققهاش ما كايناش ما كاين حتى شي حاجه ماتيريال. 2019 كتعتبر راسك دابا ناجح بانك بزاف فتحات بزاف كريم ولكن تقدر تقول لي عندك فيزيون واحده اخرى مازال ما وصلتيش ليها. اكزاكت دونك انا ناجح بارابور يوسف ديال 2019 الفيزيون ديال يوسف 2019 ولكن بارابور الفيزيون ديال 5 سنين يعني ديال يوسف اللي من هنا واحد 2025 ولا 2026 راه مازال خدام عليها. وشنو هو النجاح غير باش نفهموا الناس اللي كيسمعوا هذا سميتو هذا البودكاست. النجاح هو عندك واحد لا فيزيون متخيلها في راسك ما كاينش شي حاجه في الواقع من ديك لا فيزيون ما كاين حتى شي حاجه وانت شنو غادي دير غادي تماتيرياليزي هذيك لا فيزيون غتولي حقيقه وغادي تولي واقع. هذاك النجاح ما كيهمنيش انا شي يقدر يكون واحد الشخص اللي صاحبي ما دخلش للقرايه ما عمره ما دخل المدرسه الفيزيون ديالو ولا النجاح بالنسبه ليه هو يشد الباكالوريا واش نحقرو انا نقول ليه لا انت شنو هي الباكالوريا شنو لا خويا هذاك راه فيزيون ديالو اللي وصل لهذاك الهدف وحققه راه بالنسبه ليه نجاح وانا غنحترمو على هذاك النجاح حيت ماتيرياليزاه حيت والله علم هو كيفاش كيشوف هذاك الباك ماشي بحال كيف كنشوفوه حنا. ديك الساعه الفيزيون اللي كانت قبل باش هي فيزيون بعد والانسان كلما كبر كلما كتكون عنده فيزيون. دونك انا بالنسبه ليا انا النجاح هو ماتيرياليزي كاين اللي كيماتيرياليزي الفلوس كاين اللي كيماتيرياليزي العلاقات كاين اللي كيماتيرياليزي جو سي با غير الشهره كاين اللي باغي كل واحد وعنده واحد لا فيزيون بغا يوصل لها فاش كتحققها ما تيهمنيش انا حيت بالنجاح كلشي كيربطو بالفينانس والنجاح ما عمره ما كان مرتبط بالفينانس. الفاينانس واحد دومين من لي دومين دو في اللي عندك يعني يقدر تلقى واحد الشخص ناجح في الكارير ولكن فينونسيامون راه زيرو. نقدر نلقى واحد الشخص في العلاقات في لي غولاسيون ناضي واعر
ولكن في الكوتي ديال الصحه عالك صحته. اكزاكتومون. دونك شي علاش كل واحد على حساب لا فيزيون ديالو. انا باغي ننجح اخويا في لا كارير، فهمتي؟ باغي ننجح في لا كارير، ملي غاتماتيرياليزي ديك لا كارير مزيان، ديك الساعه تقدر تمشي للصحه، ديك الساعه تقدر تبقى غادي بشويه بشويه. دونك انا لا فيزيون اللي كانت عندي في 2019 وصلت ليها، كنعتبر راسي بانني ناجح فيها في واحد لو طون لي روكور. ودابا بقات لك لا فيزيون ديالاش 2025 2025 2026 هي اللي حاط هذيك حتى نوصلوا 2025 غنجيو عاوتاني غنجلسوا وغادي تسولني لا كيسيون وغادي تقول لي واش هذيك لا فيزيون اللي كنا قلنا في هذاك البودكاست ديال واش كتحس براسك دابا نجحتي وصلت ليها ولا ما وصلتش ليها. وديك الساعه عاوتاني غادي نجاوبك على لا كيسيون. عندك الا ما وصلتيش ليها تقول لي لا راه عندي مازال زايد 2027 كدا. لا عندي واحد لا فيزيون خدام عليها. دونك هكا انا كنقول للناس هذا هو النجاح، وصلتي لا فيزيون ديالك راك نجحتي بغض النظر على الناس الاخرين. دابا الناس كيدخلوا في المقارنات، وانا بديت اليوم وواحد خونا بدا اليوم ودغيا وصل وانا يلا بديت وكيفاش وانا عمري ما غنوصل. هذاك الشيء بحال قلتي قانون ما يمكنش ليك. شوف كل واحد كيف قلتي لي انت ونقدروا نعطيو ندوزو من نفس الطريق، ما نقدروش كل واحد الطريق. كل واحد كاين القضاء والقدر وواحد الحاجه واحده اخرى. انت عمرك تشوف موسم الحصاد ديال الاخرين حيت انت مازال كتزرع. يلا كتبدا وي فوالا هذه سمعتها من نور الدين ايويري. يس دونك دونك فوار هذا بالنسبه لي انا. انا لا فيزيون اللي كتحط 2019 وانا عارف باللي الناس اللي كيتفرجوا فينا كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم هاد لا فيزيون، كاين بزاف اللي خدامين سالاري دا وتيفكر ماشي بالضروره في كرياسيون كونتوني، يقدر تكون الاي كوميرس، يقدر تكون ديزاين، يقدر تكون اي حاجه. وراه بالنسبه لي دابا حلم وكيقول واو ماشي شي مكرهش نخرج انا من السالاري وما خرجش لانني يكون عندي بروجي ديالي ونكون خدام وكذا وهادي وهادي. حتى انا كنت بحال هكاك، حتى انا كان الدوبامين كيطلع باش كنتخيل بانني وصلت لهذاك لهذيك لا فيزيون. دونك بالنسبه لي انا راه ناجح على دابا هذيك لا فيزيون اللي حطيت في 2019، ولكن فريمون مازال خدام على لا فيزيون ديالك. مي غير فريمون بغيت غير نقول للناس راه ما كانش ساهل. عندك يكذب عليكم شي واحد ويقول لكم الطريق ساهله. قبيله اسامه شاف واحد الفيديو ديالي هكاك غير اناليز الفيديو قال لي يوسف راه بينافك هنا راك فريمو ضارب تماره بلي راه فريمو راه هنا لي سيغن باينين. تحت عينيك الشهور ديال 2020 كيفاش دازت عندي. خليكم تمشيو تفرجوا غير في الفيديوهات في لاشين ديالي غادي يبان لكم هنايا راه ما راه ماشي ساهله. دابا حيت بنادم غايقول لك دونك ملي دارها يوسف دونك شي حاجه ساهله، دونك غادي غنخرج غندير نذاكر ياسون كونتوني وندير فيديو صعيب. داكشي علاش المهاره رقم واحد اللي غادي تفيدك في هاد الطريق هادي هي الاستمراريه. ديما شنهضر عليها انا بقى نعاود فيها الى يوم الدين، ما حد باقي حي. الحاجه اللي غنبقى كنعاود كنقول وكنعاود وكنقول وكنعاود وكنقول هي تعلم الاستمراريه. تعلمتي الاستمراريه تقدر توصل لاي حاجه بغيتي. ما تعلمتيش الاستمراريه راه غتوصل لشي حاجه. راه دابا هو المشكل الناس فاش كنقول لهم راه ما تعلمتيش الاستمراريه كيصحابونا نقول لهم لا راه غتفشل في حياتك ما غدير والو. لا راه انا ما كانش عندي الاستمراريه وكنت خدام ولكن ما كنتش ايبانو. اما لا كانت عندك الاستمراريه غادي توصل لاي حاجه بغيتي. يعني دوك الاحلام اللي كتشوفهم متخيلين كتقول لا هادشي ما يمكنش كذا ممكن على انك توصل له. كاين واحد الكتاب ديال جوكو غرينيك اللي كان صراحه انسبيراني في 2019 سميتو ديسيبلين ايكوالز فريدم. دابا الناس عندهم واحد الخطا، الانضباط كيساوي الحريه. الناس غالطين كيصحاب فاش كتكون ديسيبليني ماشي حر، راك كتزير راسك وكذا وهادي وهادي. الوغ كون هادي ديسيبلين راه هي اللي كتوصلك للحريه في الاخر. وهذه احسن كلمه غادي نخدموا بها عاتي هذيك الانضباط كيساوي الحريه. انا داك السيد فهمتي احترمته بزاف. داكشي علاش الاستمراريه غادي توصلك لشي حوايج خيالي. انا كنشوف غير في عام واحد انا باقي الله بادي في الكرياسيون كونتون راه لحد الساعه والله الا باقي كنعتبر راسي راه الله بادي. 970 فيديو راني مازال بادي، 12 فورماسيون راني مازال يلاه بادي، اكثر من 6000 كليون راني مازال يلاه بادي، اكثر من 200 واحد اكومبانيت راه يلاه بادي. العام اللي فات 2021 درت اكثر من 12 كونفرنس في لون سي جي في لانسا في لافاكسيونس ديال اكادير في الحسيمه في بزاف ديال ليفي، ولكن راه مازال يلاه بادي. يعني غير كتشوف انت يلاه بديتي وحققتي هادشي فهل بقيتي غادي مستمر فين غادي توصل؟ شنو هو لو نيفو ولا شنو هي لا فيزيون اللي غادي توصل لها؟ وانا كنقولها الا كانت عندك لا فيزيون غادي تمشي شي حوايج اللي بعاد وما عمرك ما غادي تحبس. ولا ما كانش عندك لا فيزيون غتبقى غير لتحت ما عمرك ما غادي تطلع، حيت كلشي داكشي اللي تدير خص يكون عنده شي حاجه من هنا لقدام. راه قلتها في الاول فاش سولتيني على كيفاش درتي صناعه المحتوى وقلت لك انا راه ماشي عشوائي،
انا راه ماشي، راه داكشي كلشي كنبلاني فيه واحد الساعه راه باقي غادي نبلاني فيه، يعني ما حابس. فلا فيزيون تتلعب واحد الدور كبير، ولا فيزيون ديالي كبيره، ولكن غادي نبقى مقاتل معاها حتى الاخر، وما كيهمنيش انا شحال غادي تاخد وشنو زعما التضحيات اللي غادي تاخد مني غادي نديرهم. انا غادي نتقاتل عليها، غادي نبقى خدام عليها، وان شاء الله كل شيء غيبان من هنا قدام، كل شيء. دابا حنت سوتو، دابا انا غابر شويه على الانستغرام، كاين في يوتيوب مكمل في فيديو كل نهار ما حبستش. مي بزاف ديال الناس غادي يقولوا باللي يوسف راه غابر، شنو تيدير، خدام على بزاف ديال الحوايج، ان شاء الله غادي يبانوا هنا لقدام. نتلاقاو في 2025 السي لا يوسف، لا ضروري، ضروري هذيك ضروري نتلاقاو في 2025 ونسولك عاوتاني نفس ان شاء لاكاسي. الله، ان شاء الله مرحبا. شكرا بزاف السي يوسف، شكرا على الوقت اللي عطيتينا، مرحبا. وكنشكر حتى الناس اللي تفرجوا في هذه الحلقة. نتمنى انها تكون كتعجبكم او عجباتكم. ديروا لايك، كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، مع العائلات ديالكم، مع احبابكم، اكسترا. خلونا سبسكرايب، غتلقاو انستغرام ديال يوسف في الديسكريبسيون، وغتلقاو حتى الشان يوتيوب ديال يوسف في الديسكريبسيون. راه قرب دابا يوصل ل 1000 فيديو، وتمنياتي ليك الله يحفظك، بالتوفيق اخويا الله يحفظك، يوسف. شكرا بزاف، شكرا تبارك بزاف، الله عليك اخويا اسامه، الله الله يحفظك، يبارك الله الله عليك.